بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا موضوع في غاية الأهمية ناقشه مع حضراتكم بهدوء شديد. احنا بلد عندنا أزمة في المية، في الأرض، عندنا فقر مائي، احنا من أكتر دول عندها مشكلة مية. في اتفاقية 1959 مصر ليها 55.5 مليار متر مكعب مية، وقتها كان عدد سكاننا حوالي قول كده 25 مليون 26، قول 30 مليون ودماغ يعني اشتري دماغ، قول 30 مليون، ما كناش طبعا 30 ولكن نتكلم من 25 ل 30 مليون، فنقول 30 مليون خلاص هي الميه اللي كنا واخدينها في الوقت ده كان عدد سكان مصر. النهارده نفس كميه الميه واحنا 105 مليون مواطن على نفس كميه الميه. احنا استخدام كل مواردنا من الميه حوالي كلها 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 مطره وتدوير وغيره حوالي 60 مليار متر مكعب. طيب احتياجاتنا قد ايه؟ حوالي 115 116 قول 120 مليار متر مكعب من الميه. يعني كل اللي عندنا 60 مليار، طب وانا محتاج 120 مليار هعمل ايه؟ عايز اكل واشرب وصناعه واستثمار وميه شرب وكل الكلام منين؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، بنزيد ما شاء الله، وكنا عايشين على مساحه ارض على مدار تاريخنا 6%، شريط صغير قوي 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 6%. طيب بنزيد نعمل ايه؟ نلجأ للصحراء فنزرع الصحراء. فسيادة الرئيس يعمل اضخم مشروع في تاريخ مصر، زراعه الصحراء بالاضافه. طب ده كافي؟ لا، في فكره اخرى. ما هو في ظل الموارد المحدوده والارض المحدوده والفلوس المحدوده، مواردك محدودة من الفلوس، دخلك محدود قوي، مع ارتفاع هائل في عدد السكان واحتياجاتك الهائلة، تيجي فكرة. هو العالم بيشتغل ازاي؟ اشتغل العالم فكرة جميلة جدا، الصوب الزراعية. تبدأ مصر عصر مشروع قومي الصوب الزراعية. ايه الصوب الزراعية؟ حضرتك الصوب الزراعية ده خلي بالك ده مشروع قومي، احنا خدنا خبرته من بره من الاسبان والدول المتقدمة في هذا المجال. الصوبة الواحدة ممكن الصوبة تاني اقول لك صوبة فدان زي ما انت عايز، قراط زي ما انت عايز، نص قراط زي ما انت عايز، خلينا في الفدان. صوبة فدان، الصوبة ديت حضرتك فكرتها ايه؟ انه الصوبة الواحدة تستخدم، ادي فدان اهو صوبة بتديني انتاج اربع افدنة. الصوبة الواحدة تديني انتاج اربع افدنة من الارض بتاعتنا المكشوفة، استخدامها للمية اقل من الفدان المكشوف، يعني تديني انتاج اكتر ومية اقل كثيرا حضرتك. طيب ايه تاني؟ اقدر بالصوبة ديت حضرتك ازرع في الوقت اللي انا عايزه. طب انا عندي في بلدي في شطورة الارض بتاعتنا، اقدر ازرع النهاردة مثلا بطاطس لها موسم محدد، ازرع طماطم لها وقت محدد، ازرع مانجا لها وقت محدد، خيار له وقت محدد، أي شيء، بتنجان مثلا، فراولة، ذرة مثلا لها وقت محدد. تقدر تعمل كده في شطورة ولا في هنا في البحيرة ولا الشرقية ولا القلوبية؟ لا، زراعة المكشوف اللي احنا تاريخنا عارفينها هي لها وقت محدد، اللي هو موسم النهاردة القمح، موسم القطن، موسم الطماطم،
موسم القصب مثلا يعني. طب الصوبة الزراعية ايه؟ لا حضرتك، طب اللي انا بكلمك عليه الزراعات المكشوفة، عندك بقى مشاكل في الامراض بتاعت الزراعة والاوبئة بتاعتها حاجات رهيبة عارفينها، ودودة القطن والشجرة دي حصل لها تعفن ازاي عشان مش عارف حصل فيها مشكلة، طبعا عارفين ده، وتجيب بقى كيماويات وتجيب بقى ترش وتعمل، فاكرين الكلام ده. الصوب مش كده، الصوب حاجة مختلفة تماما، ده انت حضرتك تتحكم ازرع ايه. طب انا عندي الفاصل ما بين العروات، كنا زمان نقول الحق الطماطم مجنونة بالكيلو مش عارف وصل كام جنيه. ليه كانت مجنونة؟ ما كانش عندي بدائل الا الارض المكشوفة، وبالتالي ما عنديش اقدر اتدخل في هذا الوقت عشان اغطي احتياجات السوق بالطماطم اللي كانت مجنونة. فاللي كانت مجنونة بقتش مجنونة ليه؟ لما كنا بنقعد شهرين وثلاث شهور من اربع خمس سنين كده، وكنا بنطلع هنا في هذا البرنامج نفتح الحق الطماطم والبامية بقت مش عارف بكام، فاكرين ولا لا؟ طب هو ايه اللي حصل؟ النهارده عندك صوب زراعية بتقدر تتحكم في انواع الخضار والفاكهة والسرع اللي انا اقدر ادخل بيها السوق، اتحكم في الزراعة بتاعتي، ازرع في اي وقت، وتغلب على اي مشاكل خاصة بالعروات. عندي هذا المشروع العملاق، مشروع اللي قدامك ده واحد من اكبر الشروعات في مصر، او هو الاكبر في مصر، قاعدة محمد نجيب، رحته بدل المرة 2 و10. على فكرة اللي هعرضه لك ده احدث، اقف هنا معلش 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 معلش، التصوير ده هو الاحدث، لاول مرة بنعرض لحضراتكم صوب محمد نجيب الزراعية اليوم، احدث تصوير لم يعرض من قبل التصوير ده، يعني ده ما تعرضش من شهر ولا من سنة، احدث تصوير لقاعدة محمد نجيب عشان اوريك الحقيقة، اوريك الحقيقة اللي حضرتك لازم تشوفها، مش عايزك لا تاكل ولا تشرب ولا تزرع ولا تعمل اي حاجة. المزروعات دي اعلى انتاجية زراعة، اعلى انتاجية محاصيل، اعلى انتاج، دي قاعدة محمد نجيب قدامك اهو، اتفضل نكمل نشوف مع بعض الصوب دي كويسة ولا بايظة مضروبة. الله، الزرع ده مش اقف هنا لو سمحت، الله، خضار كمان بتزرعوا خضار؟ ليه تزرعوا خضار؟ ما تخلوها ارض صحراء، ليه تعملوا زراعات؟ وليه تعملوا صوب زراعيه يا جماعه في قاعده محمد نجيب؟ وليه يا جماعه تعملوا الكلام ده؟ لا 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 احنا مش محتاجينه يا جماعه، انتوا ليه؟ القاعده دي يا جماعه بنتكلم على الاف الافدنه، بنتكلم على الاف الافدنه مش فدان، الاف، ولا مساحة 100 فدان، بكلمك على حوالي 16,000 فدان، 10,000 فدان بالإضافة لزراعات مكشوفة أخرى، لكن بتكلم على صوب حوالي 10,000 فدان. اتفضل اتفضل اتفضل، 10,000 فدان، بقول لك الفدان الواحد زي أربع أفدنة زراعات مكشوفة. أقف هنا أقف هنا معلش، الله، ده محمد نجيب كمان فلفل، الله، خضار محمد نجيب. بقول لحضراتكم على الهواء احدث فيديو لصوب زراعات محمد نجيب العسكريه، ايوه قاعده محمد نجيب العسكريه، ايوه هي قاعده عسكريه، نعم مش مدنيه، عسكريه، انا اللي بقول لك قاعده عسكريه، وزرع فيها 7,000 فدان صوب زراعيه، نعم، وازرع فيها كمان حوالي 3,000 فدان زراعات مكشوفه، نعم. معقوله بتزرعوا في القواعد العسكرية؟ ازرع في القواعد العسكرية. ليه؟ ليه ازرع؟ هو الشعب ده مش محتاج ياكل ولا ايه؟ هو الشعب ده لو ما زرعتلوش الصوب ديت اللي هي بتوفر لي احتياجاتي في كل توقيت انا محتاجه، هيبقى عندي مشكلة يا جماعة الحقوني. نعمل ايه؟ ازرع. الله، ازرع في الوقت اللي انا عايزه، انا عايز طماطم، ايوه، عايز فاكهة، ايوه،
عايز خضار؟ ايوه. عايز فراوله؟ ايوه. عايز اي زراعات انت عايزها؟ ايوه، ازرعها في التوقيت اللي انت عايزه عشان اغطي بيها احتياجاتي في السوق. هو حضرتك النهارده لما كان الناس تدور على كيلو طماطم ولا كيلو باميه، لما قال لك الباميه وصلت 200 جنيه، هي وصلت 200 جنيه السنه دي؟ وصلت 200 جنيه السنه دي؟ طب غيره وصلت؟ طب عندي مشكله زراعه، عندي مشكله في تاني، عندي مشكله في اي حاجه، في اي منتج؟ لا والله ما عنديش اي حاجه خالص. على فكره اللي قدامك ده بيوفر لي انتاج اكبر وبيوفر لي ميه اللي انا في امس الحاجه لكل نقطه ميه في مصر. تاني، كل نقطه ميه فمس الحاجه ليها، يبقى عندي هذه المساحات دي بتديني انتاج اكتر، اكتر من الارض المكشوفه، اكتر من الارض بتاعتنا اللي في الدلتا وفي الصعيد. ده بيديني الانتاج الاكبر. بقول لك الفدان هنا باربع افدنه ارض مكشوفه انتاج. ده معناه ايه؟ معناه خير؟ اه معناه خير. هي دي مشروعات وهميه؟ ده مشروع وهمي اللي قدامك؟ دي زراعات وهميه؟ اللي بيقول لك زراعات وهميه ومشروع وهمي، فلوس اترمت في الارض. عمر ما عندك جنيه بترمي في الارض، ولا جنيه. انت بتوفر وتحقق ان شاء الله الامن الغذائي بتاعك اللي انت عايزه. عمره ما كانت ابدا صوب ضيعه ولا خربانه ولا خرابه، عمرها ما كانت ابدا. انا بوريك عشان تتفرج، عشان تخلي بالك، تخلي بالك. لو انا ما عنديش ده كنت هتعمل ايه؟ طب انا كنت محتاج اسابق الزمن استورد؟ كنت استورد خضار؟ يعني كان الافضل ما اعملش ده عشان، طب عندك دولار؟ يعني معاك عملة عشان استورد خضار من بره؟ عشان اوفي احتياجاتك؟ طب والله لو ما كان ده لكانت الاسعار بقت 3 4 5 اضعاف النهارده، بحلف لك بالله على الهوا، 4 اضعاف من الموجودة دلوقتي، لو ما كان الكلام ده موجود عندك. ده مش هنا بس، ده موجود ابو سلطان، وموجود قرية الأمل في الإسماعيلية، وموجود كمان في العاشر من رمضان، لا لا لا، وموجود في المنيا، موجود في كل حتة. هو عيب؟ هو عيب أعمل صوب زراعية؟ عيب؟ كمل وريني. المهم تتفرج، أقف هنا. ده محمد نجيب. والله والله دي قاعدة محمد نجيب اللي قدامك. أحدث فيديوهات لقاعدة محمد نجيب النهاردة. بوريها لك. عشان تعرف، تعرف الكاذبون واهل الشر. اقف هنا كمل. طب كمل تاني، وريهم بس، وري الناس، انا من المواطن. اقف هنا لو سمحت، اقف هنا لو سمحت. دي قاعدة محمد نجيب، قاعدة محمد نجيب. والله والله الصوب دي بتاعت محمد نجيب، بحلف لك بالله. وهوريك الفيديو كاملا لاخره عشان تعرف بيعملوا معاك ايه، وعايزين يعملوا ايه، ويقعدوا يتكلموا ويقول لك ده فلوسنا، فلوسنا اهي، فلوس المصريين اهي، فلوس المصريين، ده خير المصريين، ده خير بلدنا، دي فلوسكم يا جماعه، فلوسكم، ما تقلقش ابدا على فلوسك. ادي اتفضل اوريك الصوب اللي اتدفعت فيها فلوس مليارات. اه ايوه مليارات، ايوه. وانا اقول لك ما دفعش مليارات؟ لا دفعت مليارات عشان تحقق اللي انا عايزه، لانك بتستخدم احدث طرق زراعه في العالم مع اسبانيا، اللي هي معروف عنها اسبانيا من اشهر الدول في زراعه الصوب في الصوب الزراعيه، اسبانيا. واحنا شغالين معاهم وهم شغالين معانا، بيدونا الخبره بتاعتهم عشان نوصل ان انا يبقى عندي المنتج اللي قدامك ده، يبقى عندي هذا الانتاج الهائل. ايوه، لم تكن ابدا الا مشروعات ناجحه بنسبه 100%. مفيش حاجه اسمها عندي مشروع وهمي، مفيش عندي مشروع وهمي في مصر. الرئيس مش عايز لقطه من حد، ومش عايز لقطه على فكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والله ما عايز لقطه، والله العظيم يكفي الرئيس، يكفي الرئيس لا يعمل صوب ولا يعمل ولا، وانا بقول لك يكفيه، والله يكفيه ولا حاجه تانيه. يوم 3/7 ويوم 14/8/13 كفاية سيادة الرئيس، متشكرين سيادتك، شكرا جزيلا. بعد كده أي حاجة نتكلم زي ما احنا عايزين. تعمل صوب أهلا وسهلا، تعمل زراعة أهلا وسهلا، تبني أهلا وسهلا.
تعمر اهلا وسهلا. بالمناسبه ده زياده كتير قوي، هم كفايه 3 7 و14 8. متشكرين قوي، متشكرين، سلام عليكم. وتفضل زعيم بدون اي حاجه تعملها، وانا بقول على الهوا، يجي يقول لك بيعمل فنكوش. فنكوش ليه حضرتك؟ لا يعمل ايه؟ مش الرئيس لا يحتاج للقطه، والله ما يحتاجها ابدا. انا بقول لك كفايه وقفته 3 7، هي دي الموضوع كده، هو ده الموضوع، هو ده اللي مضايقك مش كده؟ مش مضايقك الصوب؟ هو انت خايف على مصر يعني؟ طب انت هربان، عايش في لندن، عمال في الاسترليني بس ما شاء الله بقى ب 40 جنيه النهارده، تقبض بالاف الاسترليني انت وهو، والتاني اللي عايش بياخد بالدولار، والتاني بياخد بالريال، والتاني بياخد بمش عارف بايه، ويجي يقول لك احنا مصر. هو انت خايف على مصر يعني؟ لا مالكش علاقه بمصر، انت خليك عندك، عيش في حالك، مالكش علاقه بينا، سيب لنا احنا بلدنا، احنا عارفين بلدنا بنعمل ايه ورئيسنا بيعمل لنا ايه وبيعمل لشعبه ايه. بالمناسبه اللي عمل يوم 3/7 كفايه عليه، واللي عمله يوم 14/8 تطهير بؤره رابعه من الارهاب كفايه قوي قوي قوي، متشكرين. الباقي ده اضافه، تاني بقول اضافه، والله اضافه. واحنا كنا سياده الرئيس لما قلنا له سياده الرئيس انزل، كنا عارفينه هيعمل صوب زراعيه، عارفينه هيعمل ارض، عارفينه هيعمل حاجه، ولا شيء، ولا حاجه، ولا قال يا رب ساعدوني نساعد بعض، قال انا لوحدي هعمل ايه؟ مش هعمل لوحدي، مفيش حد بيعمل لوحده. طب نتحمله؟ قلنا نتحمل. قال ولا ما قالش؟ قال. وقلنا اه نتحمل ولا ما قال؟ التحديات صعبه، ما هو عارف التحديات، وما كانش عارف، ما كان عارف التحديات. تتحملوا معايا؟ مش هشيل لوحدي؟ هنشيل يا ريس معاك. قلت ولا ما قلتوش؟ ده نزلت بصور الرئيس من يناير 13 في بورسعيد، يناير 2013، لا في 30 يونيو ولا في الرئيس جاي رئيس جمهوريه ولا في، كان عندنا حكم ارهابي اسمه محمد مرسي الجاسوس الخاين وعملاء الخونه بتوعه، هم والطابور الخامس الخونه كمان. ما طابور خامس مع خونه زي بعض. ما هو خلي بالك الاحداث دي بتكشف لك، طابور الخامس هو هو، لا يمكن يتراجعوا عن محاولات هد مصر. طيب احنا نسيبهم؟ طب نسيب بلدنا؟ لا يعني عندنا مشكلة، عندنا مشكلة، نعمل ايه بقى قدام المشكلة؟ نهدها؟ طب ما تهدت في 2011، الله، هي ما تهدتش؟ يعني هي ما شاء الله في 2011 البلد دي كانت ما شاء الله، يعني لما الناس قاموا في 25 يناير وامتداد 28 البلد دي ما تهدتش؟ تهدت البلد دي وتولع في البلد. واللي انت بتدفعه النهارده مش تحمل؟ طيب الله، مش انت خدت قرار في 11؟ طب ايه بقى وبعدين وصلنا لايه؟ وصلنا جاي النهارده تقول بيعملوا مشروعات وهميه. لا، لا الدوله محتاجه تروج لمشروعات وهميه، ولا الرئيس عبد الفتاح السيسي في حاجه ابدا انه يتكلم على مشروعات. ليه مشروعات وهميه؟ اللهم اجعله خير. عشان ايه يعني؟ ايوه عشان ايه في الاخر؟ انا بقول لك الرئيس قرارين، قرار عظيم 3/7، اي حد في العالم ولا يفرق معايا، انا خدت قرار للشعب انتهى، ده كان كافي. قرار ده يدخل الرئيس التاريخ بالمناسبه بدون اي حاجه، لا يتولى رئاسه ولا يتولى دفاع ولا شيء، يفضل كده بالقرار ده. طيب جه الرئيس، طلبنا الرئيس، جه الرئيس، قرار ايضا نائب العام يوم 14/8 13 تحرير هذه البؤره من الارهابيين الموجودين بتوع الاخوان الخونه اللي كانوا عايزين نوصل لحرب اهليه، ثم تضحيه قواتنا المسلحه والشرطه. ويجي بعد كده يقول لي صوب زراعيه؟ طب يا سيدي الصوب باظت خلاص، ما عندناش صوب، من الاخر ما فيش صوب زراعيه، ما فيش، خلصت، ما فيش محمد نجيب يا سيدي خلاص، ولا ابو سلطان ولا الامل، ما فيش حاجه. انت مالك؟ انت اللي هربان مالك؟ انت ايه اللي مضايقك يعني؟ في الاخر عايز تعمل ايه؟ عايز الناس يعني تقوم تعمل فوضى؟ طب انا بقول لهم اهو صوب زراعي، فين الصوب زراعي؟ محمد نجيب، انا بقول لك بعرض لك فيديو بتاع النهارده، بوريك النهارده، يجي يقول لك ايه مشروع فنكوش، اللي هو الفنكوش ده، هو ده الفنكوش؟ ده
ده انا بكلمك على 10,000 فدان، هو انا بكلمك على 100 متر؟ 100 متر بكلمك على 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 يعني اكلمك على ايه؟ اكلمك على صوبة. اقف هنا، ارجع هنا، معلش ورينا شكل البطيخ ده حلو، ارجع كده، ارجع، مش بطيخ ده ولا ايه؟ ارجع شويه، بتنجان اهو الوان، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ لا لا لا، محمد نجيب، الله، بتنتجوا لنا الكلام ده؟ يا نهار ابيض، عندكم انتاج في محمد نجيب؟ الله، امال بيقولوا ما فيش انتاج وباظت وخربت. اقف هنا، ايوه شفت البطيخ بتاع محمد نجيب يا راجل، بطيخ كمان، الله، بتنجان شوف انواعه كمان، شوف البطيخ هناك برضه حاجه مختلفه برضه، لانه جاي تاني، طالع منين؟ من الصوب قاعدة محمد نجيب، في حاجة بطيخ أيضا مختلف، يا أخي برضه حاجات بتبقى مختلفة. الله. يا جماعة، وأنتوا بتزعلوهم أكتر ليه كده بس؟ وتقولوا عندنا إنتاج وفير وزراعات ما شاء الله، وكل ده إنتاج محمد نجيب؟ معقولة؟ أمال عاملين يروجوا إزاي ويقول لك مشروعات وهمية وأدي فلوسنا اترمت في الأرض؟ فلوسك أنت مصري؟ وأنت مالك بمصر؟ أنت بتتكلم على فلوس إيه اللي بتتكلم على فلوس ومشروعات وهمية؟ اما انت هربان، علاقتك ايه بالدوله المصريه؟ ولا حاجه، علاقتك ايه بالشعب؟ ولا حاجه، خايف على الشعب يعني وزعلان والفلوس وادي الفنكوش، وانا بوريك الفنكوش فعلا، انا بوريك الفنكوش بتاع قاعده محمد نجيب، ده الفنكوش اهو كبير قوي، بص البطيخه قد دماغ الواد اللي اسمه ايه ده الترتر، قد دماغه، قد دماغه البطيخه، والله الواد الترتر الهربان ده اهو بطيخه قد دماغه، على الاقل والله البطيخه مفيده. يا سلام، على فكرة أنا بحب البطيخ جدا جدا، يا سلام بطيخة من دول وتقطعها، يا سلام مع حتة جبنة كده وعيش بتاع العيش، إيه العيش الجميل ده السخن، يا سلام أحسن من أي حاجة والله بجد. على فكرة الأكلة دي بتبقى أكلة جميلة جدا، بطيخ جبنة تقعد كده على الطبلية، على الطبلية اللي ما ترباش عنده طبلية في بلده ما وعنده بتاعة أبوه ما ترباه، هو كده إحنا اتربينا على ده، طبلية بتاعت والدك بتاعت بيتك، تقعد على الأرض كده تعرف يعني إيه بلد، تعرف يعني إيه وطن لما أنت بتربي على طبلية والدك، هي دي هتقعد عليها كده، يا سلام إيه الجمال ده. كمل محمد نجيب، هذه خيرات الله، كرم كل ده. أقف هنا يا يوسف، بص على المشهد ده، يجي واحد هربان يجي يقول لك وهم، وهم ده وهم، كل ده وهم، كل ده باظ. يعني الفيديوهات اللي انا بعرضها لكم ديت النهارده، كل ده باظ، ده انتاج صادرات داخلي وخارجي. على فكره هنا سوق العبور، وهنا الاسواق، وهنا المواني، اسكندريه والدخيله والطرق وغيرها، عشان انت بتعمل حاجتين، اولا بنزل الاسواق السوق المحلي واصدر، بتعمل ايه حضرتك؟ لو ما كانش عندك ده، انا قلت لك الحاجه كانت هتغلى 3-4 مرات على موجوده النهارده، ده الصوب دي انقذت مصر والله، انقذتنا، ده العالم عنده ازمه امن غذائي، العالم عنده ازمه امن غذائي، وعلى فكره بنتوسع في الصوب ديت. أنا بقول لك خبر، أنا شفت وأنا على رايح البلد المنيا، المنيا بس شرق مش غرب، شرق غير مشروع الغرب، المنيا شرق، المنيا على طريق الجيش الشرقي على اليمين، وأنت رايح البلد عندنا على اليمين مساحة كده، مشيت يمكن 25 دقيقة بالعربية، مساحة هائلة، آلاف الأفدنة معمولة صوب زراعية، على فكرة طريق كمان ناحية الفيوم كده على الطريق الغربي، كنت مع سيادة الفريق كامل وزير على الطريق ده، بعد يمكن ناحية الفيوم ما بين على الطريق الغربي، الغربي اللي هو برايح لحد إن شاء الله يكون لحد حدود السودان، الطريق ده كمان فيه آلاف الأفدنة صوب زراعية، أيوه هنتوسع في الصوب الزراعية، ما عندناش مشروعات وهمية، عندنا تعمير، عندنا تعمير وعندنا أعمال هائلة ما شاء الله. فيجي يقول لك محمد نجيب قال خربت، يا نهار ابيض خربت، كل ده خرب؟ يعني ده خرب؟ ده خرب؟ محمد نجيب مش موجوده؟
قاعدة مش موجودة، قاعدة مش موجودة. اقف هنا اقف هنا اقف هنا، يقول لك البتاع اللي في الوش اللي قدامك، قال لك شفت ضاع المكنة ضاعت يا سلام المكنة، قال لي ضاعت واتخربت، اتخربت فعلا اهي، اتخربت فعلا قدامكم اهي، مش شغالة. طب ليه مش شغالة؟ معقولة؟ قال لك الحاجات باظت، باظت؟ طب ودي شغالة ولا مش شغالة؟ ايه اللي بوظها؟ يعني انت عمال تتكلم وتدي اوهام وتتكلم، يقول لك الأجهزة مرمية على الأرض، هي فين الأجهزة المرمية على الأرض؟ أنا في أي أجهزة؟ قدامي. أنت بتتكلم، أنت عارف المجانين بتوع عصابة الشر بتوع محمد مرسي الجاسوس الخاين، على فكرة مات وهو خاين، يعني محمد مرسي ده مات وهو بيتحاكم في قضية تخابر، فمات خاين، وكلهم بيموتوا كده، كلهم كده خونة. خونة دول ما لهمش علاقة بمصر، والله اللي بيتكلم على مصر. يقول لك الأجهزة مرمية على الأرض، مرمية على الأرض فعلا، أجهزة مش شغالة فعلا، قاعدة محمد نجيب ما فيهاش أي إنتاج زراعي فعلا. يا جماعة أنتوا بتزعلونا ليه؟ بتجيبوا لنا الحاجات وفيها زراعات؟ يا جماعة خلوا على خلوا الناس، أنا عايز المواطن بس يعرف كيف يتم الترويج من جانب أهل الشر على مدار الوقت، على مدار الوقت. يقول لك جالنا، جالك إيه اللي جالك؟ أيوه جالك إيه في الآخر يعني؟ فلوسنا اترمت على الارض، ادي فلوسك اهي، اتفضل كمل، هوريك فلوسك اترمت على الارض ولا لا، اتفضل اقف هنا اقف هنا اقف هنا قدامك اهو. ده انت بتعمل هنا عندك مجمع كمان لانتاج البذور ده، ما هو ده النظام الحديث، النظام اللي انت بتحسنه، انت عايز تستفيد يعني يبقى عندك نتيجه للفقر المائي، نتيجه للمشاكل الخاصه بالميه، نتيجه لل نستفيد بكل حاجة عندنا، بتحاول النهاردة تتوسع توسع فيما يتعلق بالبذور، يبقى عندك بذور وإنتاج سلالات حديثة من البذور اللي هي تتحمل المية، فقر الماء والتغيرات المناخية، وتديني الإنتاجية الأكبر. عندك أهو مجمع لإنتاج البذور كمان في محمد نجيب، محمد نجيب بتعمله فيه كل ده، قاعدة عسكرية وتعمل كل ده. أيوه ده لسه، هو انت لسه شفت حاجة؟ ده لسه احنا بنبدأ، ده احنا لسه بنبدأ، اتفضل كمل اقف هنا، ادي اهو بقول لك ايه شتلات. بص 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 محمد كل ده محمد نجيب، كل ده محمد نجيب حضراتكم، كل ده أحدث تصوير لقاعدة محمد، أحدث تصوير بقول لكم لقاعدة محمد نجيب، الكلام ده ما اتعرضش لأول مرة يتعرض. كمل 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 كمل، كل ده في محمد نجيب، يا نهار أبيض، مال ولا خربت فلوسنا اترمت. ربنا يكرمكم، ناس عماله محترمه، هم دول الايادي الجميله ما شاء الله. كل ده محمد نجيب شتلات وبذور وسلالات جديده. الله الله الله، يا نهار ابيض، وريني وريني، مال طلعوا للخونه ويا نهار محمد نجيب فيها ايه ده؟ امال ايه؟ ولسه فلوسنا اترمت، اترمت، شفت اترمت فين الفلوس؟ لا اقف هنا يا راجل، ارجع هنا، ارجع شوية. محطة فرز والتعبئة، فين؟ محمد نجيب؟ في محمد نجيب. والله محمد، كل ده محمد نجيب. بنوريكم. يا سلام. محطة فرز كمان؟ أمال إيه؟ الله، مش عشان الفلوس اترمت على الأرض. يا سلام. ما شاء الله سيادة الرئيس. ما شاء الله، أقف هنا، أقف هنا. دي فلوسكم حضرتك. اللي بيقول لك فلوسنا. اللي هي إيه يعني؟ ده مشروع وهمي. عملت انفقت المليارات عشان يبقى مشروع وهمي، عشان مشروع خرب، المشروع ما بقاش موجود. معقوله يا راجل؟ ده انت بتتكلم على ايه؟ ومين بيصدق الكلام الفارغ ده؟ مين اللي يصدق الكلام الفارغ اللي اتقال ده؟ مين هو؟ مين يا جماعه؟ لازم يبقى عندك عقل، عندك عقل. لا انت اتعمل لك مشروع وهمي ولا هيتعمل لك مشروع وهمي. انت بتعملش مشروعات حجر اساس، انت بتفتتح مشروعات. والمشروع ده كان حد يعرف عنه حاجه؟ لا، الا لقينا يوم دعوه من الرئاسه او القوات المسلحه مع سياده الرئيس قاعده محمد نجيب. رحنا قاعده محمد نجيب، اللهم اجعله خير اللي حضراتكم بتشوف الحاجات دي، حصل تطوير تاني. ولسه ده لسه مشروع، بالمناسبه المشروع ده لسه، المشروع ده هيوصل 16,000 فدان. بقول لك رقم، المشروع ده بدأ ب10 وهيوصل ل16,000 فدان. بكلمك بجد.
يعني انت بدأت المشروع ده 10,000 فدان، هتوصل ل 16,000 فدان قطاع محمد نجيب لوحده. ايوه اتفضل حضرتك كمل يا استاذ يوسف. الله اكبر، محمد نجيب فرز وعماله ما شاء الله شغاله، ايه الجمال ده؟ يا سلام، ده لمين؟ ده لينا، السوق بتاعنا، اسواقنا، كل اسواقنا من اول اسوان وانت جاي، سوق العبور وكل الاسواق يروح لها الكلام، الانتاج ده بيروح لها. بيروح لها الانتاج ده. وعندي جزء للتصدير، ايوه بنصدر؟ نعم. ليه؟ عشان عايز عمله صعبه. ابطل تصدير؟ لا، عايز عمله صعبه. انفقنا كتير فلازم نجيب فلوس، لازم نجيب العائد بتاعه ونكسب. بس الاهم من المكسب ان انا احقق الامن الغذائي لينا، للشعب، اسواق في كل حته. اودي كل الكلام ده، ما في حته في مصر اللي بيروحها. انتاج ايوه، ده انتاجك، دي مزارعك، دي الصوب الزراعي بتاعتك، بطاطس، ومعاها مستقبل مصر، ومعاها تشكى، ومعاها شرق العوينات، وغرب المنيا، وسينا ان شاء الله، والامل، ومش عارف ايه، سلطان، كل وابو سلطان، والعاشر رمضان، والمنيا، وكل حته. يبقى خير ربنا، خير ربنا يزيد ويبارك يا رب، ويحفظ مصر العظيمه يا رب. تفتكروا فنكوش؟ تفتكروا فنكوش. دكتور محمد القرش مساء الخير على حضرتك. دكتور محمد القرش مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم. ازيك الاول؟ الحمد لله زحمة. قال لك الصوب الزراعية دي مشروع محمد نجيب، قاعدة محمد نجيب، فنكوش ما فيش فيها زراعة. ممكن تقول لي بالراحة، معلش أنا آسف، أهمية الصوب الزراعية وليه لجأت مصر للصوب الزراعية؟ وهل مفيدة لنا ولا لأ؟ نكمل ولا نقفل؟ طيب الأول يعني خلينا نشكر حضرتك شكرا جزيلا، وطبعا خلينا ناخد الموضوع من الأول كده شوية. احنا يعني كان عندنا صوب زراعية، والصوب الزراعية كان كل المزارعين وكل اللي بيشتغلوا في الزراعة بيعرفوا ان هي كانت لها عائد ومردود إيجابي جيد، وكان عندنا صوب زراعية منشأة. بدأنا في عملية التسجيل وعملية الترقيق في عملية الصوب الزراعية وبتابعتها من أول 2016. اتسجل عندنا أكثر من 52,000 صوبة، دلوقتي احنا حاليا بنتكلم في حوالي 62,000 صوبة زراعية، ده القطاع الخاص اللي بيشتغلوا فيها، وده معناه إن في اهتمام من القطاع الخاص بدخول في الصوب الزراعية. إذا ده مشروع مربح وأكيد مشروع مجزي بالنسبة للقطاع الخاص، وإلا ما كانش هيخش ويستمر في عملية الإنتاج والاستمرار في عملية الصوب الزراعية وإنتاجها. الحاجة الثانية، احنا عندنا الصوب الزراعيه يعني بتبقى بنطبق فيها اللي طبقتها الدوله والنماذج اللي عملتها الدوله في محمد نجيب وفي ابو سلطان وفي العديد من المناطق الاخرى، والعاشر رمضان والامل والعاشر من رمضان بالظبط، كانت كلها مبنيه على ان احنا نبدا نعمل نقله نوعيه في عمليات انتاج الزراعه، ان احنا نستخدم التكنولوجيا الحديثه في انتاج الزراعه. حضرتك لو شفت الصوبه، الصوبه بالكامل متحكم فيها بكل ابعادها باستخدام التكنولوجيا. دخول الهواء، حالة الطقس، كل صوبة بيكون فيها وحدة أرصاد بترصد الموقف ايه خارج الصوبة، وتبدأ تحدد المعاملات اللي موجودة. مش بس إنتاج صوب داخل الإنتاج النباتي داخل الصوب، إنما كمان بيكون ملحق في هذه الصوب في المعتاد بنشوف محطات ترز وتعبئة منشأة على أعلى مستوى، علشان تقدر توفر لنا فرص لتصدير المنتجات أو دخولها للسوق بمواصفات عالية الجودة. الحاجة الثانية، لما بنتكلم على صوبة زراعية فاحنا بنتكلم على عمالة، بنتكلم على منشآت بتكون موجودة في تشغيلها، بنتكلم على أيدي عاملة بتكون متوفرة علشان تشغل هذه الأماكن اللي بتبقى موجودة في مناطق بعيدة خارج نطاق وادي النيل أو الوادي والدلتا للمناطق الزراعية القديمة، احنا بنروح لمناطق جديدة فده بالتالي بيزود لنا كتلة المنتج. الحاجة الثالثة برضه أو الحاجة الرابعة، إن احنا هذه الصوب انتاجها تقريبا بنتكلم في 2.5 ل 3 اضعاف الانتاج في الحقل المكشوف، في ناس توصل لاربعه وخمسه، بس احنا خلينا نقول من 2.5 ل 3 اضعاف الحقل المكشوف، يبقى ده بيدينا زياده في الانتاجيه عن المعدل الطبيعي. الاهم ان هذه الصوبه زي ما قلنا من شويه ان هي بيكون متحكم في ظروفها الجويه، وبالتالي اقدر انتج في الفترات. دكتور محمد اشرح لي معلش الجزء ده، وانا بعرض الصوب واشرح بعرض جزء من المشروعات، وخلي بالكم ده احدث فيلم ايضا، ده احدث فيلم عن مجموعة من مشروعات الصوب الزراعية. تفضل دكتور محمد اشرح لنا يعني ايه اتحكم في الصوب الزراعية بالنسبة للزراعة.
هي الصوبه الزراعيه يا فندم احنا بنطبق فيها معالي التكنولوجيا اللي بتكون متحكم في درجه الحراره داخل الصوبه، معدل التعرض للاضاءه، معدل التهويه، كل المعاملات، درجه الرطوبه، كل ده بنقدر نتحكم فيه. وبالتالي انا في الفتره اللي انا ما اقدرش انتج فيها ايوه بنتج في الصور الزراعيه، ايوه وبالتالي اتجنب ان يبقى عندي فواصل بين العروات، ودي كانت بتبقى فتره كبيره كنا اللي بنشوفها كان بتعمل ازمه. طبعا ارتفاع الاسعار بالظبط دلوقتي ما عادش ملموسه زي الاول، لان بقى عندنا فرصه ان احنا ننتج في اوقات غير الاوقات المعروفه داخل الفترات الانتاجات الطبيعيه. نعم. طيب الاهم ان كمان غير ان الانتاج اعلى، وغير ان بعرف انتج في اوقات مختلفه عن انا الاوقات محتاجها المواسم الطبيعيه، كمان الميه، احنا بننتج وحده الانتاج في الميه وفي الانتاج المساحه بتكون مضاعفه او بتكون اكتر بكتير جدا من الحقل المكشوف، لان كل الصعوبه بتطبق احدث اساليب الزراعه، واحنا بنتكلم على احدث اساليب الزراعه وبنتكلم على اماكن بنقدر نتحكم في ظروفها الجويه. فمن هنا بدانا نتكلم في اطلاق المشروع القومي لانتاج تقوي الخضر والفاكهه محليا. نعم. وده ممكن مش هنقدر ننتجه لو ما كانش عندنا صواب زي قاعده محمد نجيب اللي يبقى فيها عمليات تامين جيده، وبالتالي نقدر نخش في عمليات انتاج التقاوي محليا. نعم. التقاوي دي كنا بنستورد منها كميات كبيره جدا، احنا نعم. كنا بنستورد 98% من تقاوي الخضر من الخارج. بكام دلوقتي كنا عند حضرتك رقم بنستورد بكام بذور؟ يعني كانت مليارات من الدولارات مليارات بنجيب بيها التقاوي بره، لكن دلوقتي بقى عندنا مشروع لانتاج تقاوي الخضر والفاكهه محليا نتيجه توافر الصوب الزراعيه، ونتيجه ان عندنا فرصه، وكمان مصر الحقيقه بتوجيهات معالي الوزير والقيادة السياسية دخلنا في اتفاقية اليوبوف، وبالتالي دي بتدي فرصة لأصحاب الملكية الفكرية وأصحاب الحقوق في إنتاج التقاوي إن هي تقدر تيجي تنتج داخل مصر، وبالتالي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية بتاعتهم، وبالتالي تبقى مصر تقدر تتوسع في هذا المشروع بشكل كبير. دكتور محمد، لو أنا النهاردة الصوب اللي قدامي دي اللي احنا بنعرض يعني جزء منها العشر رمضان اهو مثلا على سبيل المثال، لو احنا ما دخلناش هذا المجال، مجال الصوب الزراعيه بهذا الحجم الكبير للغايه، ايه الوضع بالنسبه للامن الغذائي انا كمواطن؟ يعني خلينا فضلنا على حالنا ما قبل 2014. يعني خلينا اقول لحضرتك يا فندم، حضرتك شفت احنا اتكلمنا في موضوع الصوب ده في 2018، بدانا نتكلم الدوله تبدا تخش في انشاء صوب زراعيه بكميات، وكان لينا هدف ان احنا نحقق هذا الامر، اللي مش بس فاهم ان احنا ننتج خضر وهنرجع لها تاني، بس احنا كمان بقى عندنا شركات تحالف وطني تقدر تنتج هذه الصور بالتكنولوجيا العاليه، فعندنا تحالف وطني يقدر يعمل هذا الموضوع، وبقى عنده النو هاو لتنفيذ هذا المشروع، وده بالتالي ميزه كبيره جدا تبقى موجوده داخل الدوله المصريه. لكن احنا كنا بننتج زي ما قلت لحضرتك، دخلنا في 2018 ما كانش لسه في ازمات دوليه موجوده، كنا انتاجنا حوالي 19 مليون طن، ده انتاج الخضر كله. في 2022 تضاعفنا، وصلنا لمقربين على 22 مليون طن من الخضر. في 23 احنا ان شاء الله نعدي 23 مليون طن، ده نتيجه ايه؟ نتيجة السنه دي السنه دي هنوصل، معلش دكتور قرش، معلش بالراحه بالراحه، هنوصل 23 مليون طن خضر ان شاء الله. ان شاء الله احنا ماشيين في طريق بشكل جيد. الزياده دي جت نتيجه ان عندنا دلوقتي مشروعات بننفذها صوب، فبنقدر ننتج خضر في الصوب بكميات اكبر. عندنا اداتنا متنفس من المشروعات الزراعيه اللي احنا بننفذها، ان احنا نقدر نتوسع في مساحات اخرى من المحاصيل الاستراتيجيه، ويكون عندنا بدائل لانتاج الخضر في اماكن اخرى. عندنا مشروعات الدوله بتنفذها في مجال الزراعه، كل دي كانت مشروعات سبقيه الدوله بدات فيها، ما كانش فيه حد واخد باله ان هيكون في ازمات دوليه، من هيكون في تحديات لتوفير الامن الغذائي اللي الدول بتعاني منه، واللي شايفين متوسطات الاسعار العالميه عماله ترتفع ازاي، المحاذير الخاصه بتوفير الغذاء لشعوب العالم اجمع في تاثير قد ايه. طيب بتوفر لي نسبه ميه تقريبا قد ايه الصوب؟ ما نقدرش بدلا من الارض المكشوفه، الفدان في الارض المكشوفه، يعني ما نقدرش نقول الارقام اللي بتختلف بشكل كبير، لكن في العموم احنا كل الصوب بتستخدم اساليب الري التنقيط، ايوه الاساليب الحديثه الاحدث، فده معناه ان وحده الانتاج، احنا مش عايزين نتكلم في توفير على قد ما نتكلم في انتاجيه وحده الميه. انتاجيه وحده الميه بتتضاعف بشكل كبير جدا في حال استخدامها في الصوب الزراعيه، عايز اقول ممكن توصل ل 2.5 مثلا الانتاجيه في الحقول المكشوفه. نعم. انتاجيه 2.5 ضعف الانتاجيه في الحقول المكشوفه، طبعا بتختلف من محصول لمحصول، من صنف لصنف، من عروه لعروه، ولكن ده احنا بنتكلم في متوسطات عامة. لكن انتاجية وحدة المياه دي الأهم، لأن الدولة المصرية بتعمل بشكل كبير جدا على تعطيل انتاجية وحدة المياه. بنشوف معالي الوزير حتى كان لسه قاعد مع الزملاء الباحثين الأسبوع اللي فات، وكان هناك تأكيدات على ضرورة البحث العلمي التطبيقي في مجال
تحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين كفاءة استخدام الأرض، وتحسين وتحديد درجات الخصوبة ومعدلات الخصوبة للنباتات. كل ده بيخلينا نقدر نعمل شكل متكامل للزراعة. بس ده كله يعني كان له أثر علينا أستاذ أحمد. آه طبعا كان له أثر علينا. يعني إحنا بنتكلم النهاردة، إحنا في 2023 من 9-8 بنتكلم في حجم زيادة في الصادرات مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بنتكلم حوالي أكتر من 760 ألف طن زيادة عن العام الماضي. دكتور محمد، أنا النهاردة وأنا بتكلم برجع تاني لقاعدة محمد نجيب، لأنه قال لك ده مشروع وهمي، ده فلوسكو اترمت، ده شفتوا صرفوا 16 مليار وضيعوا الدنيا. صادراتنا يا فندم قد إيه السنة اللي فاتت والسنة دي حتى الآن من السلع الزراعية، سواء خلينا الأول في السلع الطازة. إحنا فندم بالنسبة للسلع الطازة إحنا مصدرين أكتر من 5.1 مليون طن حتى الآن من أول السنة، وحتى يوم حتى 9-8 إحنا مصدرين 5.1 مليون طن من الخضروات والسلع الطازة. بكام؟ السلع الطازة فقط. إحنا بنتكلم في حوالي 2.6 مليار دولار. عظيم. حتى الآن. حتى نفس الآن. نفس الفترة من العام الماضي إحنا كنا 4.4. زدنا السنة دي. حصل تطور قد إيه؟ طيب الزيادة دي لها يعني كانت قبل كده مثلا كنا من الخمس سنين فاتت كنا قد ايه، فرق كبير جدا بيحصل، تطور كبير جدا بيحصل في صادراتنا الزراعيه. انا عايز اقول لحضرتك ان اخر خمس سنوات احنا بنتكلم في اكتر من 85 سوق جديد تم فتحهم، بفضل مش بس عشان عندنا كم انتاج، احنا بنتكلم تقريبا على 160 دوله دلوقتي تقريبا بنروح لها. بالظبط اكتر من 160 دوله. اكتر من 160 دوله. بالظبط. كويس. احنا عندنا دلوقتي بنتكلم على كم انتاج نتيجه المشروعات، نتيجه الصوب الزراعيه، نتيجه مشروعات التوسعات الزراعيه اللي بتنفذها الدوله المصريه، نتيجه المشروعات الخاصه. طب معلش عشان بس بصلح معلومه، معلش 5.1 مليون طن اللي هي صادراتنا حتى الان لحد شهر يوليو، لحد بدايه اغسطس. بدايه اغسطس عشان لسه ايه باقي السنه. لسه باقي السنه حتى الان. اتفضل يا فندم. نعم بالظبط كده. فده معناه ان في تطور كبير جدا بيحصل في انتاجنا وفي تصديرنا، كم انتاج، جودة انتاج، لان مش بس برتبط بالكم عشان اقدر اصدر. نعم. انا لازم يكون انتاجي ده بجودة عالية. طبعا. نرجع نقول تاني، طب ما في اهمية هو الصوب الزراعية، لان الصوب الزراعية دي بيبقى عندي فيها غرف متحكم فيها، امكانية تقنين استخدام المبيدات، امكانية تقنين استخدام الاسمدة، كل دي بتخلينا نقدر نطلع منتج عالي الجودة يقدر ينافس عالميا. نعم. وده اللي بينزل للسوق المحلي كمان. نعم. يعني ده بيتم تصديره بينزل للسوق المحلي، فده بيخلي المواطن يحصل على منتج عالي الجودة. اللي برضو النقطة المهمة من هذا الانتاج، احنا عندنا معامل رقابية الموجودة تبع لوزارة الزراعة كلها بالاستثناء واخدة شهادات الاعتماد الدولية، ولكن عندنا بعض المعامل اللي حصلت على شهادات كمعامل مرجعية لجهات ومؤسسات دولية مهمة جدا زي الاتحاد الاوروبي مثلا. نعم. عندنا المعمل الخاص بالمتبقيات هو معمل مرجعي بالنسبة له. نعم. يعني الشهادة اللي بيطلعها هي شهادة مرجعية. بنشوف دول كتيرة جدا. نعم. من الشرق الاوسط ومن افريقيا ومن العديد من دول العالم بتيجي تاخد النتيجة من عندنا من هنا علشان تقدر تعتمدها في الاتحاد الاوروبي. متوفر لي دكتور محمد ايدي عامله قد ايه الصوب الزراعيه؟ بتكلم على قاعده محمد نجيب، بتكلم على ابو سلطان، بتكلم على 10 تقريبا، بيوفروا لي عماله قد ايه؟ لو عندك يعني رقم. احنا بنتكلم في الاف اكيد من الاف، لان احنا حضرتك الموضوع بتاع انتاج الصوب، انا مش بس الانتاج مرتبط بالصوبه نفسها. احنا عندنا مشروعات مكمله كثيره جدا بعد الصوبه. احنا عندنا البوست هارفستنج او المعاملات ما بعد الحصاد، دي اصبحت من الامور المهمه جدا في قطاع الزراعه. نعم. احنا مش بس الانتاج هو ان انا احط بذره واطلع المنتج وابيعه، انما كمان انا بعمل عمليات تغليف وتعبئه، بعمل عمليات تجهيز المنتج ده، بعمل عمليات انتاج تقاوي، بعمل عمليات لتجهيز الارض، كل دي معاملات وعمليات سواء قبل الزراعه. خلي حضرتك معايا لان انا بس الساده المشاهدين عشان عمالين يتابعوا كتير ويبعتوا لي كتير، فعلا دي اول صور بقول لحضراتكم، اول فيديوهات، احدث فيديوهات لقاعده محمد نجيب. قاعده محمد نجيب احدث فيديوهات بعرضها لحضراتكم، بعرضها عشان بس تتفرجوا عليها وتشوفوها عشان تعرفوا بس فلوسكم اللي قال لك مشروع وهمي، انا بعرض لك الحاجات الوهميه. عايز تشوف الوهمي اتفرج، ادي الوهم اللي قدامك في قاعده محمد نجيب. اتفضل دكتور محمد القرش، احدث فيديوهات، هذه لاول مره بنعرض احدث فيديوهات لقاعده محمد نجيب، بتكلم بشكل واضح على الهواء. اتفضل. ادي ما شاء الله قاعده محمد نجيب منوره، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه محترمه بصراحه. فضل. يعني حاجه محترمه اللي بيحصل في الدوله واللي بيحصل في مشروع قطاع الزراعه، اهتمام كبير من الدوله بهذا المجال. يمكن لو ما كناش شفنا المشروعات دي وما كانتش اتنفذت المشروعات دي، كان بعد الازمات اللي شفناها سواء جائحه كورونا اللي جت ضربت العالم في 2020
او الاثار اللي حصلت على التجاره العالميه وحركه التبادل التجاري الدولي بعد هذه الجائحه او الازمه الروسيه الاوكرانيه، كان الموقف يكون مختلف تماما تماما في امكانيه توفير السلع، في امكانيه توفير احتياجات المواطنين، ومش بس برضو الانتاج النباتي اللي هو احنا المشروعات اللي عملناها عشان زياده المساحه المزرعه، انما كمان في مشروعات اخرى. نعم. انتاج الاسمده، انتاج التقاوي، انتاج البذور، التطوير الاساليب اولا لازم الزراعيه، احييكم البحث وزاره العلمي. الزراعه وسياده الوزير السيد القصير، لازم احييه واحييكم كلكم، لانه بصراحه اللي احنا بنتكلم عليه اولا في جهد واضح كبير جدا، وبنتكلم كمان على تصدير كبير جدا، وكمان عندك السوق المحلي، يعني ان انا مش الاولويه التصدير، الاولويه السوق المحلي، مش كده؟ مظبوط. احنا طبعا احنا ما بنصدرش غير الفائض، احنا ايوه بنصدر ما يفيد على احتياجات المواطن المصري بالظبط. انما احنا اصل بننزل لما اجي الاول اتكلم السوق على المحلي. 5 مليون 6 مليون، انا بنتج حاجه بتقول لي 23 مليون طن السنه دي، طبعا فيبقى الباقي كله جوه داخل مصر. طبعا احنا لا بنتكلم على احنا القطع. دلوقتي بنتكلم على ارقام. احنا يا فندم عندنا بيحصل تطور، احنا كنا بنتكلم في 19 وصلنا ل 22 تقريبا مليون في 22، وهنعدي ان شاء الله 23 هذا العام. ده بيخش للسوق المحلي وما يفيد عن هو احتياجات ده المواطن، السوق هو اللي بيتم المحلي، تصديره. يبقى انا عندي انتاجي هيصل السنه دي ل 23 مليون طن خضار، وبالتالي اكتفاء جوه، امن غذائي داخلي، ثم الفائض اصدره، صح؟ احنا عندنا اكتفاء ذاتي كامل الحمد لله الحمد حاليا لله. من كل الخضر كل انواع الخضر تقريبا عندنا فيها اكتفاء ذاتي كامل نتيجه المشروعات اللي نفذناها ونتيجه الجهود اللي بيتم تطويرها، سواء لتطوير انتاجيه الفلاح او للتوسع في مساحات جديده وانتاجيه جديده في الاراضي الخارجيه. عرفت معلومة مش عارف حتى تأكدها لي ولا لأ، إنه زودنا حوالي 100,000 طن صادرات من البصل السنة دي حتى الآن عن العام الماضي، يعني صدرنا تقريبا 300,000 طن بصل. واحنا مش بس صدرنا 300,000 زيادة طن بصل، 100,000 طن عن العام الماضي. الحمد لله احنا كمان لينا مرتبه دوليه في انتاجيه البصل وتصديره، احنا من الدول المتميزه جدا في انتاج البصل وتصديره. الموالح احنا لاول مره بنصل في الموالح لاكثر من 1.9 مليون طن صادرات، واول مره بنوصل في البطاطس لانتاجيه في التصدير بتتجاوز او بتقرب من 900,000 طن، احنا مقربين على المليون خلاص، مليون يعني طن مليون طن بيتم بطاطس. تصديرها. ارقام كل الارقام اللي احنا بنقولها عليها دي ارقام استثنائيه بتحصل لاول مره في قطاع الزراعه على مر زمان كبير جدا. فطفرات كبيره بتحصل، ده ما حصلش من فراغ، ده حصل من استثمارات نفذتها الدوله على ارض الواقع. المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها دي هي اللي ساهمت ان يكون عندنا زياده انتاج نقدر نصدرها. نعم. الجهود اللي بتقوم بها وزاره الزراعه وتوجيهات معالي الوزير والتواجد المستمر في الحقول ووسط المزارعين، ده اللي بيخلينا نقدر نحافظ على منتج عالي الجوده. الفلاح عنده المهاره ان هو يطلع انتاج عالي الجوده، الارشاد اللي بيتم لا تنفيذه على وتدي له ارض فلوس الواقع. يبقى بياخد عائد كمان. ما هو ده اعتقد ده السنه اللي فاتت، ما اعرفش يعني هقول معلومه ما اعرفش عند حضرتك ولا لا، اكيد عند حضرتك، السنه اللي فاتت البصل ده اترمى لانه كان سعره تراب. لما قبل وقت طبعا حصل ازمات في دول العالم، وبالتالي اصبح في طلب على البصل، الناس مش بتاكل بصل كل يوم، ده هو انت بتحتاج بصلايه لو بتعمل بتطبخ، مش كده ولا ايه؟ بالظبط. ومن هنا بقى اهميه التصدير يا فندم. ما احنا بننتج للسوق المحلي واللي بيتبقى بيتم تصديره عشان زي الليمون. يحدث عندي اتزان. زي الليمون مثلا، الناس بتاكل ليمون طول الوقت وهي قاعده بتشرب عصير ليمون، يعني ولا بتعصر ليمون مثلا على الاكل طول الوقت؟ وقت الاحتياج. فاذا انت عايز عمله صعبه، حقك تجيب عمله صعبه في ظروف صعبه احنا بنواجه. اللي قدامكم ده يا جماعه صوب محمد نجيب، معلش انا الدكتور محمد قرش كل شويه بقطع عشان بس ايه لا اي حد دخل، دي صوب محمد نجيب، مش حته اخرى، دي احدث لقطات واحدث فيديوهات على ارض الواقع، مش الفناكيش اللي بيعرضوها، ما هم اساتذه غش وتدليس، هم الخونه اساتذه غش وتدليس. هو الواد ترتر ده وراه غير غش وتدليس على مدار حياته وحياه اللي يعرفوه، حتى غش وتدليس بيعمل ايه يعني غير غش وتدليس؟ اقول لك جالي، طب اهو، طب ما تعرض لو راجل ما تورينا ده، بس هم عمرهم ما كانوا رجاله، هم اشباه رجال. ايوه، على فكره انا بتحمل كل كلمه بقولها على الهواء، انتوا تعرفوني كده من ساعه ما عرفتوني، اللي بقوله بتحمل مسؤوليته وبقول، وانا بعني كل كلمه بقولها على فكره، بعني كل كلمه، لما اقول اشباه رجال بعني الكلمه، انه جماعه الاخوان ومن يوالي جماعه الاخوان والطابور الخامس اشباه رجال، دول عايزين البلد دي
تقع الصبح. مش عايزين بلد يبقى فيها ولا حاجه تتعمل. عندك مشروع عملاق قدامك اهو يقول لك فنكوش ليه؟ ايوه ايه 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 الفنكوش؟ ايه الفنكوش يعني؟ ايه ادي محمد نجيب اهو. ادي محمد نجيب اهو، ده بكلمك على 7000 10000 فدان وهنوصل ل 16000 فدان في محمد نجيب بس في قاعده عسكريه. ايوه هي قاعده عسكريه طبعا. وانا قلت لك دي حاجه مدنيه؟ والله ما مدنيه، والله قاعده عسكريه داخل واحده من اهم المنشات العسكريه اللي عندنا، اكبر قاعده عندنا قاعده محمد نجيب. عاملين فيها ده اكبر صوب زراعيه موجوده في مصر. ده يمكن المنطقة كمان، ده محدش عنده زينا، المنطقة بالمناسبة ما عندهمش، ده يمكن في المنطقة، أيوة في المنطقة. أكبر صوب زراعية موجودة عندنا، أيوة، ونعمل تاني وتالت و17 ومليون، هو بتعملها، هو أنت واخد الحاجات دي في بيتك، حد بياخد الكلام ده في بيته؟ ده رايح للناس. رايح لينا، رايح للأسواق بتاعتنا. أكتفي اكتفاء ذاتي والحمد لله وأصدر الفائض عن احتياجي عشان أجيب دولار. بنتكلم النهارده على لحد دلوقتي اكتر من 2 مليار دولار لحد دلوقتي، لحد النهارده 2.5 ولا 2.6 من 10 مليار دولار. طب ما ده خير، محتاجه محتاجه، ويجي لي 5 و10 و20 ما يجي. وحد مش محتاج فلوس، محتاجين دولارات، محتاجين عشان اقدر اجيب بيه قمح واجيب بيه زيت واجيب بيه بترول واجيب بيه سولار واجيب بيه مازوت عشان محطات واجيب واعمل اصدر من ده عشان اجيب يسد لي فتحه مفتوحه عندي في حاجه تانية، حاجه فيها مشكله كبيره. فصدر اهو ما عندي، ربنا خير بيديني. تفضل علم مصر دايما يا رب، دايما كده يا رب، يرفرف يا رب، ونعمل استقرار ونحقق استقرار امني وامن غذائي الاثنين، امني اولا وامن غذائي. لو ما فيش امن ما كنتش تقدر تعمل عصوبه من دي. ما هم كانوا عايزين البلد دي تبقى زي ما كانوا موجودين، خراب وفوضى وارهاب ودمار. لا، احنا الحمد لله مستقرين، الحمد لله بنعمر وبنبني وبنزرع ونعمل صوب، وهنعمل صوب كتير قوي. اوجعهم قول له مش صوب، لا لا لا، مش محمد نجيب، انا هعمل في كل حته في مصر، اقصد الدوله يعني مش انا. واديهم الصحه يا رب، والرئيس ربنا يديله الصحه يا رب، ويحميه ويحفظه ويكرمه ويديله على قد اللي بيعمله لبلده ولشعبه. والله ولشعبه. هو في حد كده؟ واحنا شفنا ده؟ واحنا شفنا كده؟ شغله وهمه كله الاول والاخير المواطن. اعمل لك ده صوب دي عشان حضرتك لما كنا بنعاني، لا ما تعانيش، تلاقي حاجتك انزل لاقيها، ممكن تبقى غاليه بس تلاقيها، المهم تبقى موجوده الاتاحه، يبقى عندي الاتاحه. ما نزلش حدش ينزل في مصر ال 105 مليون وعندنا كمان 9 مليون ضيوف عندنا، يعني بنتكلم 115 مليون عندنا عايشين على ارض مصر، 115 مليون ما فيش واحد فيهم ينزل في اي وقت عايز اي سلعه خضار فاكهه ما يلاقيهاش، يلاقيها ما فيش في حته من اول السلوم لحد حلب وشلاتين لحد ابو رماد لحد الشيخ زويد، ما في حته لحد قسطل وارقين على الحدود الجنوبيه، ما في حته، اي حته تنزل في اي مكان بالليل بالنهار حاجتك موجوده. مش حاجه اسمها مش موجوده، موجوده ومتاحه. خلي بالك الشغل ده عمل علم، مش كده يا دكتور محمد؟ الصوب النهارده علم. دكتور محمد القرش، دكتور محمد فين؟ طبعا يا فندم، علم مش كده؟ الصوب الزراعيه تستخدم فيها التكنولوجيا مش كده؟ احدث تقنيات التكنولوجيا يا فندم اصبحت متوطنه عندنا في مصر، استخدام الصوب الزراعيه باحدث التقنيات واحدث الاساليب الزراعيه بيتم تطبيقها في هذه الاماكن في الصوب الزراعيه. بنشوف نماذج حقيقيه على ارض الواقع، بنشوف استخدام فعلا استخدام حقيقي للتكنولوجيا. يمكن لو اي حد راح شاف اللي بيحصل، احنا كل الصوبه بيتم التحكم فيها بشكل اوتوماتيك بشكل آلي كلها بلا استثناء وفقا للاحتياجات الحقيقيه للنبات. امكانيه التسميد بيتم التسميد بشكل مركزي من خلال غرف تسميد، دي من خلالها بنقدر نحط السماد اللي محتاجه النبات فعلا بالكميات اللي محتاجها النبات فعلا علشان يوصل لافضل انتاجيه ممكنه. كل ده بيبقى حقيقه على ارض الواقع
افضل واعظم عمليات انتاجيه بتحمل. دكتور محمد، عايز حضراتكم كده ومع سياده الوزير ومع كل جهات الدوله المعنيه، لو سمحتوا نظموا تاني، نظموا رحلات لشبابنا بناتنا وولادنا، نظموا رحلات جامعات، اي حد عايز انا بقول لحاجة في ال 100 مليون يا جماعه، في ال 100 مليون حد عايز يروح قاعده محمد نجيب؟ اي حد عايز يروح يطمن من نفسه لو الفيديوهات دي مش نافعاكم يعني، روح اطمن، خد مواصله وروح قاعده محمد نجيب، اتمشى وانت رايح الساحل، قاعده محمد نجيب على يمينك، على يمينك والله بجد. هي قاعده عسكريه، هتلاقي الصوب زراعي منوره منوره وخضره كده ما شاء الله، وهتلاقي كده ايه كل اللي انت عايزه، يعني اجمل فواكه موجوده هناك، احلى فراوله تقدر تشوفها هناك، بطيخ يا سلام على البطيخ، وده موسم البطيخ بالمناسبه، مانجا يا سلام على المانجا، بس المانجا اكتر في قريه الامل في اسماعيليه، عشان اسماعيليه والمانجا الجميله اسماعيليه، الفص والعويس والمش عارف ايه والحاجات، يا سلام، وموسم المانجا، والمانجا السنه دي ما شاء الله جميله جدا، حاجه كده جميله كده زي فاكهه محمد نجيب، هي فاكهه والله، فاكهه وخضار محمد، يا سلام، هو ده هو ده الكلام. يجي يقول لك ايه خربت خربت ليه؟ ليه انت عايز تخربها؟ انت عايز تخربها ليه؟ ليه عايز تخربها؟ ليه عايزين تخربوها؟ مش هترجع ليكوا تاني، مش هترجع لكوا تاني نهائي، يعني خد كده لمدى الحق، مش هترجع لكوا تاني مهما تعملوا يا جماعه، يا واد يا ناصر، يا واد يا ترتر، يا واد يا سمكيه يا مطر، مش مفيش تمكين للاخوان، انتهى. قالها السيد الرئيس، هم ليه متضايقين من الرئيس؟ هم ليه شانين حمل على الرئيس؟ هم وغيرهم على فكره. ده في واد امبارح كنت بشوفه، واد كده حد بعت لي امبارح بالليل كده الساعه 1:30 2، والله بكلمكم بجد. ولد بيقول لك ايه؟ ده واد والله ما يسوى 3 ساغ. 3 3 ساغ مش 3 جنيه. 3 قروش. ما بيتكلم كأنه يا ابني يا ابني الأول اعرف ازاي تدور الخمس صنفار اللي عندك في البيت، 5 هم أنا عارفهم. دورهم الأول وبعدين مجلس محلي عندك في البلد الأول، مجلس قروي يعني، ثم أكبر شوية فهو مجلس مدينة، ثم أكبر شوية مجلس محافظة، ثم بعد كده دائرة انتخابية، إذا نجحت في واحدة من دول نتكلم. ده ناس يا راجل، ده أنت بتتكلم على بلد فيها 100 مليون، أنتوا مجانين؟ عارفين يعني إيه إدارة بلد؟ مش عارف تدور فصل، فصل مش عارف تدوره، فصل فيه 20 طالب وطالبة. ده حد كان عنده حزب فيه نفرين، أنا عارفه كويس أوي، هو وهي، دكتور القرشي مش عارف يعني اعمل ايه، هو وهي نفرين في الحزب اتخانقوا النفرين، كلموا على بلد، كلموا على بلد 100 مليون، عايز 280 مليون رغيف كل يوم الصبح، رغيف عيش كل يوم 280 مليون رغيف، ده عيش الناس، بطاقة تمويل 280 مليون اللي هو بخمسة ساغ. ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ وحد تاني يقول لك ايه؟ هنهيكل الجيش، حد تاني يقول لك هيكل القضاء، حد تاني يقول لك هنهيكل الشرطة. طب انت ما انت الاخوان، الله، ما هي دي أجندة الاخوان، ما انا اتكلمت عليها من اسبوع من 10 ايام واتكلمت عليها بقى لي 10 سنين، ما دي اجنده الاخوان اللي هي اعام، ما فيش حاجه اسمها جيش ولا شرطه ولا قضاء، نعمل القضاء بتاعنا الشرطه بتاعتنا والجيش بتاعنا خلاص. طب ما ده فكره الاخوان، هو ايه اللي اختلف؟ حد تاني يقول لك الغاء التجنيد، الغاء التجنيد، اتكلم على مصر، الناس دي بلا عقل والله، بلا عقل. أنا آسف دكتور قرش والله خرجت عن السياق.
بس الواحد بيفتكر حاجات. بشكرك دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، كل التحية لحضرتك. بوريكم محمد نجيب. نعم محمد نجيب هو ده الموضوع. عشان حضرتك تعلم ما يحاك ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا، لانه الهدف النهارده الرئيس من الاخر، بص انا بقول لك كلام من الاخر، مش بجيب لك كلام نص نص، لا لا لا، انا ما اعرفش الحكايه دي، انا اعرف الكلام من الاخر. من الاخر الاستهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا، ده واحد الرئيس. رقم اثنين القوات المسلحه. رقم ثلاثة الشرطة، رقم أربعة القضاء. كل سنة وأنت طيب. يعني عايزينها لا دولة. فاكرين الدولة ربع دولة كنا؟ 2011 هو كان في دولة؟ أيام مرسي والإخوان وحكم العصابة بتاعتهم مع الطابور الخامس كنا دولة؟ فعايزين يرجعوك لده. بكلمك بجد والله. هو ده الحكاية. الحكاية مش عايز بلد. ولا مؤسسات، وتبقى لخبطة كده، وتبقى مفيش حد عارف مين ايه، مين بيحكم ومين. ما في دول بالمناسبة حصل فيها كده ومش راجعة، ولا رجعت ولا هترجع. أنا بقول لك ولا هترجع، وأنا اللي بقول التاريخ اللي بيقول. في دول من السبعينيات حصل فيها كده، لم تعد إلى الآن ولن تعود. ودول بقى لها 12 سنة ولن تعود، ولن تعود. ودول بقى لها 20 و25 سنة ولن تعود. فهو عايزك تبقى كده، دولة فاشلة، دولة ضايعة، شعب يعني شعب هيبقى ايه مصير الشعب؟ لا يبقى عندك ولا شيء ولا شيء. ده انت ربنا، ده كرم ربك، كرم ربك انك تنزل تلاقي حاجتك، ده رقم واحد. رقم اتنين كرم ربك اللي النهارده ايه نقعد نقول ايه؟ معقوله يا جماعه؟ معقوله يعني كيلو البصل يوصل 30 جنيه؟ سؤال مشروع. معقوله؟ طبعا. قبل كده لو كنا لاقيين البصل ولا لاقيين توم ولا لاقيين اي حاجه، كناش لاقيين، كانش موجود من الاساس. البصل السنة اللي فاتت كان مرمي. الناس اللي زرعت بصل هم عارفين، أهلنا يعني رموه، كان بالتراب الفلوس. طيب يا جماعة نساعد عشان في أزمة عالمية والعالم ونصدر، أستفيد من اللي بره. بره أسعار بصل غالية جدا بره، عشان كده زودنا صادرات، زودنا صادرات. ما بقولكش لأ، وأنا أكذب عليك؟ ما جيبني دولار، ما أنا بقولك في 100,000 طن بصل زيادة صدرتنا السنة دي. صدرنا 300,000 طن السنة دي. ده عائد على البلد، على الموازنة، وعائد على أهلنا المزارعين. ما المزارع اللي زرع ده عايز فلوس زيادة. طب ما هو بيصدر، وأنا باخد منه بالغالي، وبديله بالغالي، وببيع بالغالي. هو ده الحكاية. حد بياكل بصل كل يوم؟ بصلاية. بطبخ. بعمل شوية مش عارف إيه، محتاج بصل. بحط كيلو بصل هي واحدة. حد بيستخدم أكتر بصلاية يعني؟ هي واحدة في الأكلة. حد بيطبخ كل يوم؟ طيب واحدة النهاردة. يعني يجيب بصل، حد ينزل يجيب لك شوال بصل، تعمل بشوال بصل هتعمل هتاكله النهاردة يعني؟ وقت مكان النهاردة تروح تجيب كيلو بصل. كيلو بصل هيكفيك قد إيه؟ يقول لك الليمون عظيم جدا جدا. بقولكش لا، الليمون ده كان مرمي، والله كان بيترمي بقى له سعر حلو. الليمون ده ايه بقى اخباره؟ ايه بقى كيلو بكام؟ والناس تقول لك الليمون ولو ايوه، محتاج كام ليمونه في اليوم يعني في البيت؟ محتاج كام ليمونه؟ هي البيوت عايشه على الليمون؟ فتخرج من البصل للليمون. طيب الحاجات الاساسيه، فيجي النهارده يكلمك لا 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 يا حضرتك يا جماعة، ما كانش يبقى عندنا حاجة أصلا. والله ما كان هيبقى عندنا حاجة، والله العظيم ما كان هيبقى عندنا ولا حاجة، ولا حد يتكلم على الزيت ولا السكر ولا العسل ولا البصل.
ولا دولة أصلا كانت هتبقى موجودة، لأنها ما كانتش. احنا كنا عايشين، كلنا عايشين، وعشنا هذه الأيام السوداء للأسف الشديد. وعايزين يعملوا تاني، ما هو بيعمل ده ليه؟ يزعلك يقول لك الحق، لا لا، اوعى تتضايق، اوعى تتضايق، كله بخير، محمد نجيب بخير، والعاشر من رمضان بخير، وهنتوسع أكتر في الصوب. أنا بقول لك على الهوا، بقول لك محمد نجيب حاليا 10,000 فدان هيوصلوا 16,000 فدان. عايز معلومة أكتر من كده؟ أنا بقول لك أهو، هنتوسع، ما ده خير بجاي لك، ما أنت بتزيد. أوفر لك إزاي يعني؟ فاصل. يوم الأربع كان معانا أشرف السعد في مداخلة من لندن. أشرف عايش في لندن من بداية التسعينيات، قاعد شوية باريس وشوية لندن، ولكن إقامته حاليا في لندن. وأنا دايما كنت بروح لندن بقابله وبنتقابله ونتمشى وكل حتة يعني. أكسفورد ده كان بالنسبة لنا يعني على طول. فدخل اتكلم يوم الأربع وقال الناس اللي في الشوارع نايمين في الشوارع في لندن، وقال لي في الحته اللي احنا كنا بنمشي فيها كلها بقت ناس نايمه في الشارع اوكسفورد. انا بقى لي فتره ما رحتش لندن، ولقيت بعت لي تاني يوم بيقول لي شفت اللجان بتاعت جماعه الاخوان الارهابيه والازرع الارهابيه بتاعتهم. قلت له ايه؟ قال لي بيهاجموه. طب قلت هو انت؟ قال لي ما انا عارف، بس عمالين يكذبوا. يعني انا اتكلمت على المشردين والناس اللي نايمه في الشوارع، هم يقول لك ما فيش، واشرف السعد عشان بيعمل مداخله عشان يجم، مش محتاج، مش محتاج خالص نهائي. طب انت قاعد في لندن انت منك ليه؟ بتوع الاخوان، العيال الهربانه دي، مطاريد، الواد محمد كناريا، الواد اسمه ايه التاني ده، احمد اسمه ايه، العيال ايه هم دول. فقال لك معقوله لندن فيها ناس وهم بيقولوا عشان الشعب المصري يعني شفتوا ده لندن فيها ناس بتنام في الشوارع. يعني هي ده بالظبط الفنكوش اللي هم دايما يتكلموا عليه، فهم اتكلموا علينا كده وقال لك شفتوا بيسوقوا الحاجات مش موجوده اصلا نهائي. صحيح، تعالوا نشوف الفنكوش بتاع جماعة الإخوان الإرهابية، نشوف لندن وشوارع لندن. أوكسفورد أشهر شارع على فكرة، ده من أشهر الشوارع مش في العالم، على مش لندن، في العالم. أدي أوكسفورد على فكرة، ده من يومين، ده امبارح الخميس، امبارح الجمعة، ده اللي قدامكم ده تصوير امبارح الجمعة. أوكسفورد ستريت، كل على فكرة البراندات اللي حضرتك تتخيلها أو لا تتخيلها هنا، هنا في هذا الشارع، من كل شيء زي ما بيقولوا كده من الإبرة للصاروخ. ده مكان اللي هو التسوق، طبعا مكان غالي جدا بالمناسبة، يعني غالي جدا قبل السرير ما يضرب. لا لا بكلمك يعني قبل حتى السرير ما يضرب، غالي موت يعني. البي بي سي بالمناسبة عاملين تقرير طويل من الناس اللي هي في الشوارع، نايمة في الشوارع، نايمة مو في الشوارع. يعني اتكلم على حكومة انجليزية، اتكلم على حقوق انسان للناس. على فكرة الجو برد في لندن، برد، الايام اللي فاتت كان برد جدا. شايف ناس مرمية ازاي في الشوارع، ما عندهمش بيوت، الله، ما عندهمش طب اماكن ايواء للناس دي، الله. طب ازاي يسيبوا الاعداد دي الهائلة في واحد من اهم الشوارع اللي موجود؟ بالمناسبة الشارع ده في اليوم، في اليوم لو ما مشيش فيه 700,000 ولا قرابة مليون يبقى ما يمشيش في اليوم، بكلمك على اليوم الواحد. يعني بيجي وقت كده مش عايز اقول لك ما بتبقاش عارف تتحرك، وكل المحلات تبقى مليانة، أكل مليان، شرب مليان، شوبينج مليان، يعني كله مليان. ولكن زي ما حضرتك بتشوف كده المحلات والناس، طبعا أصحاب المحلات حتى متضايقين، أنت خلي بالك محلات مقفولة وأدي الناس نايمة في الشوارع. بكلمك على أوكسفورد. فطلعوا الخونة الإخوان كالعادة، يقول لك مفيش حاجة في لندن، يبقى أنتوا مش قاعدين في لندن، أو أنتوا قاعدين بس مش عايزين تتكلموا لأن أنتوا خايفين. طبعًا ما يقدرش يتكلم على بريطانيا كده،
طب يقدر واحد منهم من الخونة العملاء بتوع جهاز المخابرات الإنجليزية يعرض الفيديو ده؟ طب عايزهم يعرضوا الفيديو ده، عايزهم يعرضوا الفيديو ده ويقولوا احنا عرضنا وتحولنا من أشباه الرجال إلى رجال، إنه فيهم واحد من أشباه الرجال دول يطلع يتكلم على الفيديو ده ويقول اه والله ازاي لندن دي، ازاي ريش سوناك مش قادر يوفر للناس دي سكن اجتماعي يا راجل، يديهم طبيعه عامه اجتماعيه يتأجروا بيها شقق، ده الناس اتطردت من بيوتها مش قادرين يدفعوا ايجار، غلاء الاسعار وارتفاعات الايجار في بريطانيا ارتفاعات رهيبه جدا غير مسبوقه، فافضل يعمل ايه؟ يا اما ينام هنا او مش عارف يدخل فيبقى في موجات هجره مثلا او لجوء مش لاقيين حاجه وبالتالي البلد. طب احنا عندنا في مصر 9 مليون لقيت واحد زي دول نايم في الشارع؟ شوف انا بكلمك عليه، ايوه اعمل مقارنه، اعمل مقارنه ونص، عندي 9 مليون واحد موجودين ضيوف، هل في واحد منهم لقينا لقطه زي دي؟ اي واحد من 9 مليون نايم في الشارع زي كده ملهوش بيت، ما عندوش مكان يقويه، شقه ولا فيلا ما شاء الله ما شاء الله مأجر، حتى الايجارات غليت في مصر دلوقتي، غليت عشان عندنا بقول لك ما عندك موجات ما شاء الله، طيب ارتفعت ايوه، بس ما تلاقيش واحد مرمي في الشوارع كده واللي رايح واللي جاي يبص عليه يتفرج عليه. على فكره ده في عائلات، في عائلات باولادهم، انت بتتكلم على مشهد لا يمكن تصدق ان ذلك في لندن في اوكسفورد، اشهر شارع مش في لندن حتى من اشهر شوارع العالم هنا في هذا المكان، بص تحول لايه؟ تحول الى مأوى الناس، تعمل ايه الناس؟ ودي بصراحه الحقيقه بتاعت بريطانيا بعيدا عن اي شيء، يعني هذه بريطانيا وحقيقه بريطانيا اللي كانت زمان اسمها عظمى، هي بريطانيا الصغرى حاليا، بريطانيا التي لا تعرف حاجة اسمها حقوق الإنسان، بريطانيا التي لا تعلم أي شيء عن حقوق الإنسان، بريطانيا التي ساعدت وتساعد أجهزة مخابراتها جماعة الإخوان الإرهابية، وكمان لما عرضنا واتكلمنا عليهم من كام يوم على التزوير بتاعهم، بحي المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قاضي جليل، عمل تحليل للعلاقة ما بين أجهزة المخابرات الإنجليزية والعملاء بتوعهم بتوع الإخوان محمد ناصر وأمثال محمد ناصر، محمد ناصر كناريا والعيال بتوعهم والواد مطر تنظيم الإرهابي يعني، وعزام التميمي وأبو دية عبد الرحمن أبو دية الممول بتاع جماعة الإخوان وقنوات الإخوان أزرع الإخوانية الإرهابية بتاعت المخابرات الإنجليزية، مشار خفاجي عمل تحليل وقال لك فيلم اللي اتكلمنا عليه المزور ده، قال لك فيلم الإخوان بمباركة المخابرات الإنجليزية خيال مزور للحقائق وسطو على ثورة شعب مصر العظيم في 30 يونيو سبق اللي هو الشعب العظيم أنثار على الإنجليز أنفسهم كمستعمر اعتصام ربع كان وكرا مسلحا ومعسكرا لإعداد وتأهيل كوادر إرهابية، ده مين اللي بيقول؟ المستشار الجليل محمد عبد الوهاب خفاجي دكتور نائب رئيس مجلس الدولة قاضي فاضل زي كل قضاة مصر الأجلاء، قال القاضي الجليل لا يجوز للفيلم الوثائقي أن يستبدل معسكرا، خلي بالك ده كلام قاضي جليل، إرهابيا معسكرا إرهابيا بمجرد اعتصام، قال لك ده هو الخيال والتزوير بتاعهم. أثبت القاضي الجليل مستشار محمد عبد الوهاب خفاجي بالأدلة بشهادة عملاء لمي 6 جهاز المخابرات الإنجليزي السابقين اللي كانوا بيشتغلوا في الجهاز ده فتح تقارير المخابرات البريطانية واتكلمت عن العلاقة وذهبوا إلى طبعا قصة الأميرة ديانا ودودي الفايد وغيرها، وعارفين طبعا ابن الفايد
اللي كان هيتجوز ديانا الأميرة ديانا وقتل. المخابرات الإنجليزية قتلته، أيوة قتلوه في فرنسا في النفق العربية مع الأميرة ديانا، خلاص كانوا هيتجوزوا فراحوا داخلين دمروا العربية وماتت ديانا ومات دود الفايد. الكلام ده سنة 97. شوفوا عملوا ايه، شوفوا عملوا ايه، دي مخابرات الإنجليزية، مخابرات الإنجليزية، مش حد تاني عمل الحكاية دي وقتل دود الفايد والأميرة ديانا. اتكلم على انه المخابرات الإنجليزية تتدخل في الأفلام الوثائقية بمعلومات سرية مضللة للإساءة إلى الشعوب وقادتها، وجهاز MI6 اللي هو جهاز المخابرات الإنجليزي اعتاد الإساءة إلى قادة الشعوب بالتنسيق مثل هذه الأفلام المزورة وهو تزييف للحقائق. اتكلم في تفاصيل كتيرة جدا واتكلم على ما لديهم معلومات وتحليل كمان اللي تم واللي حصل طبعا على التزوير الفج والواضح، ويمكن قلت لكم قبل الفيلم ده ما يتعرض والتزوير اللي حصل وتمويله والواد المطلوب العداله الواد اسامه ابن مصطفى جاويش والمعسكر اللي كان فيه ربعه المعسكر الارهابي واللي كان وكر وبؤره ارهابيه مسلحه واللي كان فيها اعداد وتاهيل لكوادر الجماعه الارهابيه، وانه ده ما كانش اعتصام سلمي بالعكس كانت بؤره ارهابيه مسلحه، واللي كان كما ذكر الدكتور محمد خفاجي واكد انه طبعا بالادله ان دور المخابرات البريطانيه في وقيامها بهذا الدور الكبير في اخراج وبث هذا الفيلم. وده يمكن مجموعه من الصور اللي تحدث عنها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي عن هذا الاعتصام، مش الاعتصام، هذه البؤره الارهابيه المسلحه اللي كانت في رابعه، واللي بعد بكره هيكون عندنا حلقه من رابعه اللي عرضتها قبل كده ولكن بنعيد عرضها ان شاء الله في هذا اليوم بمناسبه 10 سنوات على يعني نجحنا الحمد لله بفضل ربنا بفضل قوتنا قوات الشرطه العظماء ورجالها الابطال نجحوا انهم يفضوا هذا الاعتصام وهذه البؤره الارهابيه المسلحه، وهذا المعسكر هو المعسكر فعلا زي ما قال دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، هو بالفعل معسكر ارهابي مسلح بؤره رابعه، مش اعتصام، هو معسكر مسلح. ونجاح شرطتنا الباسله انهم يعني فضوا هذه البؤره وهذا الاعتصام وهذا المعسكر الارهابي المسلح. مجموعه من الصور اللي المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي بيتكلم عنها وجزء من اللي حصل في داخل هذا المعسكر المسلح الارهابي. تحدث المستشار دكتور محمد عبد الوهاب خفاجي عن العلاقه الخطيره والتي تربط ما بين المخابرات البريطانيه وايضا وجاي من ايام حسن البنا واحنا جايين، واتكلم على التاريخ واتكلم على اللي حصل واتكلم على الاحتلال واتكلم على ايضا علاقاتهم طبعا بيهم وازاي صنعوا هذه الجماعه الارهابيه. وتحدث المستشار دكتور محمد خفاجي عن ايضا دور المخابرات الانجليزيه ايضا في اداره هذه الجماعه الارهابيه واداره الاذرع الاعلاميه بتاعتهم، الاذرع الخاصه بهذه الجماعه التي تخرج او موجوده على الاراضي البريطانيه واللي هم مطلوبين العداله. وبيتساءل ايضا عن هذا الدور اللي هو بيقول لنا بصراحه هذه الحقائق بشكل واضح. انا بتكلم على قاضي جليل دكتور محمد خفاجي، واتكلم على فضايح خاصه للمخابرات الانجليزيه وعلاقتها بجماعه الاخوان الارهابيه وعلاقتهم بالفيلم المزور اللي هذه القناه او هذه القنوات بتشتغل عليه وبيتكلموا عليه، واللي اصبحت هذه القنوات منابر وابواق للاكاذيب ضد الدوله المصريه على مدار الساعه. ربما زي ما بقول لحضرتك ربما احنا هيكون عندنا يوم الاثنين بعد بكره ان شاء الله حلقتنا من رابعه بمناسبه احتفالنا بمرور 10 سنوات على ايضا الضربه الكبرى الاخرى. ضربه كانت يوم 14 اغسطس 2013 ضربه كبيره للغايه، وهذه الضربه كانت ايضا لتحرير مصر من هذا المعسكر الارهابي اللي كان داخل رابعه.
سيادة الرئيس، النهارده كان نشاط لسيادة الرئيس، النهارده نشاطين، الاجتماع الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزير تخطيط، دكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل. المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة تحدث عن أن هذا الاجتماع تناول موقف تنفيذي لمشروعات قطاع النقل أو وزارة النقل، وهي مشروعات كبيرة للغاية. كان معنا الفريق كامل وزير، بحييه مرة أخرى يوم الثلاث في مداخلة مطولة كالعادة، وببقى سعيد جدا بمداخلات أو لقاءات الفريق كامل الوزير. وزي ما حضراتكم بتشوفوا طبعا عمل كبير. سيادة الرئيس أيضا تحدث عن أيضا في هذا الاجتماع عن تسهيل حركة المواطنين والنقل، وأيضا واجتماع آخر مع الفريق كامل الوزير أيضا والدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعين النهاردة مخصصين للنقل ومخصصين أيضا للمواطنين ومخصصين كمان للتأثيرات اللي بتتم على العوائد الاقتصادية من المشروعات وأيضا عمليات النقل. ولسه كنا بنتكلم أول امبارح على ميناء أكتوبر الجاف، ووريت حضراتكم وعرضت لكم تقرير عن نقل الشاحنات، نقل الحاويات من ميناء السخنة إلى ميناء أكتوبر، وده بيوفر قد إيه على حركة النقل وبيسهل قد إيه، وكمان بيوفر كمان بدل عربيات النقل اللي هي بتبوظ لنا الطرق، النهاردة يبقى عندك سكة حديد، وده لمصر المسار اللي شغالة، مسار مهم اللي شغالة عليه، وده كمان بيخفف الزحام. يعني تخيل لما يبقى عندك قطر واحد ياخد مثلا 100 حاوية، مثلا 100 حاوية، وفرك على طول على طول بدون أي نقاش 100 عربية نقل. طب أكتر من كده إيه؟ السولار. الله، وقود، بيوفر لي وقود. طب أكتر من كده إيه؟ تلوث. مفيش تلوث. تخيل قطر فيه 100 شاحنة، 100 حاوية بينقلها، يبقى على طول 100 عربية نقل مش موجودة. ده قولا واحدا. كام لتر وقود؟ كام عدم نسبة عدم العربيات من الوقود والدخان بتاع احتراق الوقود في عربية النقل؟ 100، بكلمك على 100 عربية، عندي قطر هياخد 100 حاوية بس، مش بكلمك قطر من كده. شوف يوفر لك، قس على ده كل حاجة. كام حركة الطريق؟ تسهيل حركة المواطنين بدل ما الزحمة والحق النقل. طب يا سيدي خلاص، نستبدل ده، نستبدله بإيه؟ بالقطارات. أنقل بقى للمواني وأنقل من المواني وإلى، والاقتصاد وتأثيره على الاقتصاد كمان وحركة المواطنين وتوفيره قد ايه، ويحد من التلوث البيئي. يا نهار ابيض. بس الناس لا تقرأ، الناس ما بتشوفش الحكاية على بعضها، يشوف حاجة واحدة يقول لك بتعمل قطر على ايوه هيتكلف. بقى فيش حاجة بتكلفش، كله بتمنه، كله غالي، كل حاجة غالية، كل حاجة غالية. ما بقولكش لا، بس قصاد ده شوف بقى هيوفر لك قد ايه. والله حياتك في الطريق وانت حياتك على الطريق هتتسهل، مش هيبقى عندك عربيات النقل اللي انت بتشوفها النهارده، هتتشال، ما خلاص انا بنقل بالقطارات. العوادم عادم الدنيا والقاهره والتلوث، يا نهار ابيض، والنقل ووجع دماغنا وحوادث. طب ما انا بريحك، بسهل لك، ما كل حاجه ليها ثمن. الله، بدل ما يبقى عندي زحمه، طب مش هيبقى عندك زحمه. بدل ما عندي عربيات نقل شغاله للطرق، مش هيبقى عندك عربيات نقل شغاله لك الطرق بقدر الامكان. طبعا مش كله، مش كل حاجه يعني، لكن على الاقل بتسهل. عندي مترو وعاد تاهيل الخطين الاول والثاني، اول واحد اللي اتعمل في اوائل الثمانينات ولا اواخر السبعينيات واول اوائل الثمانينيات، الخط الاولاني حلوان البطاريه، ما ده اول واحد اتعمل. شوف النهارده بتعمل توصل للرابع، وبتعمل شبكه، ده النهارده بيعملوا تحت فيصل او شارع الهرم، بيعملوا المترو الرابع، الخط الرابع تحت الحته دي. انتوا عارفين بيشتغلوا في منطقه شعبيه ازاي؟ مكتظه بالسكان قد ايه؟ في الهرم وفيصل، يا نهار ابيض. ايوه بيشتغلوا تحت الارض، واحنا بنتكلمكم دلوقتي شغالين دلوقتي بالمناسبه، يعني بيعملوا خط الرابع. شغل جاب يتم. مواني، تعمل ايه في المواني النهارده؟ تعمل ايه؟ تطوير قد ايه؟ السخنه قد ايه؟ وغير السخنه والدخيله واسكندريه الاكبر وغيره وجرجوب، كله كله كله. مصر يا جماعه دي بلد، يا جماعة بلد، هو انتوا ليه مش عارفين انه دي بلد ما شاء الله عليها؟ بلد 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 كبيرة، والبلد الكبيرة ده احنا محتاجين. سيادة الرئيس مرة في والله بالمناسبة يعني في احد الاجتماعات، في اللقاءات كان على الهوا، مش كلام سري يعني، على الهوا، قال البلد دي عايزة، والله قال رقم الرئيس، عايزة 2 تريليون دولار في السنة. الرئيس قال كده، قال كده. عندك كام منهم؟
عندك كام دخلك، كام ايراداتك، كام كام نتابع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري، بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا آخر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث أوضح السيد وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكك الحديدية أو الأوتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأياد مصرية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا وتوفير العملة الأجنبية، فضلا عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية. قبل ما اروح للمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، يوم الثلاث بمناسبة اجتماع السيادة الرئيس النهاردة، فريق كامل وزير يوم الثلاث كان بيكلمنا على التوطين، توطين الصناعة الخاصة بالسكة الحديد، وقال كده على الهوى نهاية 24 يعني السنة الجاية يعني ما عندكش عربية سكة حديد هتستوردها من بره، قضبان سكة حديد بتعملها هنا، اتوبيسات بتعملها هنا، قطارات مترو هنا، مونوريل هنا، LRT هنا، BRT، يعني ما شاء الله المنظومة دي كلها انت هتصنعها وبتشتغل النهاردة، وادانا نماذج، قال لك 7 مصانع هنعملهم، وعندنا مصنع لهيئة العربية للتصنيع اللي هو سيماف، وعندنا مصانع هتبقى مش عارف في بني سويف، ومصانع تانية بتوع تلجو الأسبانية جايين يعملوا هنا، والمجر هيشتغلوا معانا هنا، ومش طب ايه تاني؟ ايه تاني؟ وده معناه ايه؟ بلد ولا فنكوش؟ دي برضه حاجات ينكوش مثلا افتكروا يعني. طب هي التنميه الصناعيه النهارده عامله ايضا حاجات وعندها شغل وعندها بيتكلموا على مشروعات صناعيه في محافظات، هل ده فنكوش ايضا؟ مش عارف والله. باشمهندس محمد عبد الكريم مساء الخير. الو يا فندم مساء الخير. ازي حضرتك؟ معاك يا فندم. النهارده بتتكلمون على مشروعات، بتتكلمون على محافظات، بتتكلموا على اراضي، هل دي حقائق ولا يعني بندغدغ مشاعر الناس؟
لا يا فندم، لا يا فندم طبعا احنا بنتكلم، نعم احنا فعلا بنتكلم على حقائق، احنا بنتكلم على طرح اراضي في 14 15 محافظه، نعم بنتكلم على بالارقام، احنا بنتكلم على 790 قطعه ارض مطروحه عشان يبقوا 790 مشروع جديد. احنا بنتكلم على رخص تشغيل تمت في هيئه التنميه الصناعيه، صدرت خلال التنميه الصناعيه بنتكلم فوق ال 7000 رخصه تشغيل جديده صدروا خلال سنه. احنا بنتكلم على اراضي زي لا لا 7000 رخصه يعني 7000 شركه او مصنع، 7000 مصنع يا مصنع فندم. انا هبدا لحضرتك الارقام اللي موجوده دي حتى الاراضي الاول. قول لي يا فندم. بنتكلم على ان احنا اهو بالزمن وبال يعني دي 7000 اهي، بنتكلم على سنه تقريبا، التاريخ موجود على اليمين تحت كلمه 7166. ده اصدار كام رخصه جديده، وعلى الشمال بنتكلم منها ايه اللي بالاختيار وايه اللي المسبق، وبنتكلم كمان على محمد بيه. اشرح لي معلش، اشرح لي، انا عايز المواطن حضرتك تشرح له، اتفضل. هقول لحضرتك يعني احنا النهارده بنتكلم على 7166 رخصه جديده صدرت من تاريخ 3/7/22 لشهر يوم عظيم 3/7 ده، يوم عظيم 3/7 ده بالظبط. اتفضل يا فندم. احنا كمان عندنا الرخص 7166 دي مقسومه حتتين، اما انها رخص بالاختار او مسبق اللي هي على الشمال، فعندنا برضو 179 رخصه مسبق، ودي بيسموها رخص عاليه المخاطر، يعني مصانع كبيره ومصانع من المصانع المهمه والثقيله. تحت بقى الارقام، مش عايز اخش في تفصيله كل قطاع من القطاعات الصناعيه، قطاع الصناعات الهندسيه، قطاع الصناعات الكيماويه، قطاع الغذائيه، الغاز والنسيج، 1665 في الغذائيه. والارقام واضحه قدامنا. هاي معلش يا فندم اقرا لي، ما هي قدامي، بس انا عايز حضرتك اللي تقول. دي ارقام حقيقيه يا فندم، يمكن انا بعيد شويه عن الشاشه عشان كده مش شايف الارقام. 1523 كيماويه هندسيه، ايوه 1527، 1099 غاز ونسيج، كل دي مصانع على الارض. دي يا فندم مصانع. جلود 159، دوائيه 146، تعدينيه 217. معقوله؟ مش دي مصانع خلال سنه خدت رخص تشغيل واشتغلت كده؟ وضحت جدا اهي، اشتغلت اشتغلت. وعلى فكره انا بتكلم على اصدار رخصه التشغيل لما المصنع بيشتغل، بعين المصنع شغال وبينتج. دول خلال السنه اللي بنتكلم عليها، ده جزء يخص التنميه الصناعيه، لان مفيش رخصه تشغيل لمصنع الا من هيئه التنميه الصناعيه. طيب ده جزء ايه النظام المسبق والاختار؟ ممكن تشرح لنا الاثنين؟ طبعا. المصانع، في المصانع نوعين يا فندم، والرخص نوعين، اللي بالاختار ودي المصانع اللي انا اقدر اقول ان ما فيهاش مواد خطره، ما فيهاش مواد كيماويه ممكن تعمل لنا مشاكل، يعني معظم المواد الغذائيه بالاختار. الكيماويه ممكن يبقى فيها جزء مسبق لانه عالي المخاطر، بتعمل له دراسات، وكانت هذه الرخص في السابق كانت بتاخد 6 اشهر و9 اشهر وسنه عشان تصدر. احنا النهارده بناكد ان احنا بنطلع الرخصه في اقل من 20 يوم حتى العالية المخاطر. عالية المخاطر، وده كانت بتاخد 6 اشهر لسنه، النهارده بناكد على هذا الموضوع. كل الرخص بقى اللي بالاختار بنطلعها ما بين يومين لخمس ايام بحد اقصى. وبالتالي اجراءاتنا مع المستثمر بقت عاليه جدا، وبالتالي بقى هنا بدا يزيد الاقبال الشديد الفتره الاخيره. واقدر اقول لحضرتك عن طريق الاراضي كمان ايه اللي حاصل. لو رحنا للسلايد بتاعه الاراضي، هنتكلم على حوالي 700 مشروع خلال الشهور الاخيره. ممكن بس السلايد بتاعه الاراضي بالظبط. يعني دي مهمه قوي. عندنا على اليمين قوي المشروعات المتخصصه 565 مشروع عن طريق اللجنه الرئيسيه، اللي هي ايه مشروعات متخصصه؟ مشروعات بقى في القطاعات الصناعيه المختلفه اللي لسه بنتكلم عليها. طب زراعيه، صناعيه، هي دي. طيب اتفضل. هي وحتى و 161 مشروع على اليمين، يعني اجمالهم 700 وشويه. مساحه الارض لل 565 مشروع دي حقائق، بنتكلم في 4.28 مليون متر مربع. حجم الاستثمارات في المشاريع اللي هي ال 565 دي 57 مليار جنيه استثمارات، وعدد العمالة. معلش، لا 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 محمد بيه، معلش الرقم ده مهم، قول لي الرقم تاني. حجم استثمارات هذه المشروعات كام؟ 57 مليار جنيه. دي استثمارات موجودة. دي استثمارات يا فندم، مشاريع خدوا أراضي وبدأوا يستلموا الأراضي بتاعتهم علشان يحطوا الاستثمارات دي فيها. كم واحد بيشتغلوا عمالة؟ احنا العمالة تحت المشاريع دي تاخد 62,000 عامل. 62,000 عامل. عظيم. فواضح قدامنا في السلايد. مظبوط. حتى بدأنا نتكلم ايه أنواع الكيانات؟ قانونية، منشأة فردية، ولا تضامن؟ يعني دي أنواع. يمكن أنا خدت كوبي وبيست من الداشبورد أو لوحة البيانات
الخاصه بالهيئه، يعني دي مش برزنتيشن يا فندم، دي ارقام لايف، يعني بكره وبعد بكره وبعد بعده هتلاقي الارقام دي بتتغير اوتوماتيك لوحدها عندي على الداشبورد او على لوحه بيانات الهيئه. كل ما بيتم حاجه جديده بتتفاعل مباشره في خريطه تفاعليه، باخد انا منها صور، عشان كده دي صور وليست عرض انا كاتبه بايدي. نعم. دي ارقام بتتغير كل يوم. واضح من الموضوع من اللي قدامنا يا فندم ان احنا بنتكلم على عدد كبير جدا من المشروعات، على استثمارات كبيره. طيب لسه بنتكلم وسياده الرئيس النهارده وسياده الرئيس على طول، ده الموضوع شاغل يعني الرئيس على طول، اللي هو توطين الصناعه. احنا هنا بنعمل صناعات حديثه جديده، بنوطن صناعات في كل حاجه بتتكلم عليه ده ولا لا؟ هايل يا فندم، هايل هايل. حضرتك لو بصينا تحت 665 هنلاقي فيه كده باي شارت او حاجه ابيض ورمادي. ال 55% وال 44%، ال 55% صناعات من الفجوه، من الفجوه الاستيراديه اللي عندي، وبالتالي انا نص اكتر من نص المشاريع دي بتسد الفجوه اللي جايه، اللي احنا بنتكلم ان احنا برضو عملنا لها خريطه استثماريه وفرص استثماريه، طلعت انها 152 فرصه استثماريه قيمتهم من 25 ل 30 مليار دولار سنويا استيراد. ثانيه لما انا اقول طب بالراحه عذرا والله، اصل انا مهم الحاجات دي، انا عايز المواطن اللي بيتابع يبقى عارف بيتعمل ايه في البلد. حضرتك بتقول لي احنا حاجات كنا بنستوردها ما حوالي 25 مليار دولار هنعملها هنا. ايوه طب معلش اشرحها لي تاني لو سمحت. انا اسف يا فندم، ال 152 فرصه اللي احنا حصرناهم اللي هم الحاجات اللي احنا بنستوردها سواء منتجات او خامات او مستلزمات، الفرص دي احنا عارضينها على المستثمرين المحليين والاجانب. وهنا الورقه اللي قدامي دي او السلايد اللي قدامي دي بتقول ايه؟ بتقول ان في 665 مشروع، نصهم تقريبا 55% منهم جديد، وفي جديد يعني بيسد فجوه، بيسد حاجات جديده، وفي جزء منهم توسع اللي هو الرمادي. وبالتالي احنا بنسد الفجوه، بندي اولويه اولى للي عاوز اراضي. ال 55% دول الشريحه الكبيره اللي عندي دول معظمها حاجات كنا مستوردها استيراد، سد الفجوه الاستيراديه بالظبط كده. كويس. وبالتالي دول لهم الاولويه. دول بص يا فندم، سد الفجوه له اولويه، اللي عنده قدره على التصدير في مشاريعه بقى له اولويه، اللي عنده عماله كتير اكتر، يعني لو قطعه ارض واحده واحد هيحط 50 عامل، واحد هيشغل 500 عامل، فبندي اولويه ل 500 عامل، واحد هيتكلم على منتجات فرص تشغيل اكتر، تصدير اكتر، تصدير والفجوه، القضاء على الفجوه الدولاريه او فجوه الاستيراد. يجي بعدها بقى ايه؟ اذا كانت الارض دي ملاصقه لمصنعه فبندي له اولويه لانها كويس. ملاصقه فالجار اولى بالشفعه. عندنا كرايتيريا او عندنا معايير محدده لتسليم الاراضي دي والمشاريع دي، ودي مشاريع تم تسليمها والعمل عليها، عشان كده حبيت بس ادي حاجه بسيطه جدا. انت عندي حاجات كتيره اكتر من كده. ابرز معلش ابرز الحاجات اللي احنا بنستوردها وهنعملها هنا ومش وبعد كده هنقول مش عايزين مش هنجيبها. احنا عندنا صناعات هندسيه، عندنا صناعات غذائيه، عندنا صناعات كيماويه، واحنا بدانا نتحرك بشكل كبير جدا في الصناعات الكيماويه، عندنا صناعات ملابس، والحمد لله صادراتنا بدات تتحسن، يمكن الظروف العالميه مقصره معانا، لكن واضح اهو قدام حضرتك برضو احنا بنتكلم. ده كان اتطرح على الخريطه الاستثماريه وطلع 161 مشروع غير اللي انا اتكلمت عليهم من شويه. بيتكلموا في 304,000 متر، بيتكلموا في حجم استثمارات وعدد عماله، وتحت بيتكلموا على الصناعات بقى، عندي صناعات هندسيه والكترونيات، صناعات كيماويه، كل الصناعات دي هي اللي احنا بنستهدفها وبالتالي احنا بنربط ما بين. طيب معلش يا محمد بيه، انا هذه المصانع اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي ال 55% جديد، مجرد انهم يبداوا يعملوا الكلام ده يبقى انا عندي رقم اهو حضرتك بتقول عليه مقطوع حوالي 25 مليار دولار هوفره. الفجوه كلها ال 152 فرصه عباره عن 25 مليار دولار. أيوة. كل مشروع من دول بيقلل الفجوه، كل مشروع على حسب حجمه بقى، في مشروع بينتج ب 100 مليون سنويا، في مشروع بينتج ب 300 مليون، في مشروع بينتج ب 400 مليون، وبالتالي على حسب. انا بتكلم على الكل، ما انا الكل ده هيوفر لي ده. احنا بنتكلم في استثمارات يا فندم، بنتكلم في استثمارات حوالي زي ما انا قلت يعني نقدر نقول 60 58 مليار جنيه استثمارات. دول هيتحولوا الى انتاج، الانتاج بقى ده سنوي على حسب كل مشروع والاخر. اللي يهمنا في هذا الموضوع ان في استثمارات كبيره، في فرص تشغيل عمل كبيره،
الاراضي بتتوفر وبتطرح. وعلى فكره برضو يعني هنطرح قريب قوي اراضي، بنتكلم على طرح اراضي يوم 16 فين؟ على الخريطه الاستثماريه. فين الخريطه؟ بتطرح اونلاين وان شاء الله بكره في كل الصحف والسوشيال ميديا بنتكلم وبنعلن عنها، واعلنا عنها امبارح على السوشيال ميديا. اللي بيحصل ان اي حد عاوز يتقدم على قطعه ارض طبقا للمعايير اللي انا بتكلم عليها دي بيقدر يتكلم ويخش يحجز الارض واونلاين كمان. يعني مش لازم يجي الهيئه، مش لازم يروح، وده من التيسيرات اللي بتتم على الناس. النهارده بنقول له لا، خش اونلاين، اختار قطعه الارض في المحافظه اللي انت شايفها من 790 قطعه ارض اللي احنا بنعرضهم خلال الاسبوعين ثلاثه اللي جايين، وال790 دول متقسمين جوه محافظات بانشطه، وده اعلن عنه على فكره في الصحف امبارح، وان شاء الله اللي هي الجمعه، وان شاء الله بكره عندنا خبر تاني بيتكلم على ربط الاراضي دي بالفرص الاستثماريه اللي انا بكلم على حضرتك عليها، بحيث ان احنا بنوفر الفرصه، بنقول له يا مستثمر ادي الحاجات اللي احنا بنعوزها في مصر اللي هي الفرص الاستثماريه ال152 اللي هم يمثلوا اجمالي 25 مليار دولار. وبنقول له كمان احنا بنطرح عليك اراضي كمان اهي، وعلى فكره دي الاراضي اللي عن طريق الطرح اللي هي عشان ما حدش وبالتالي هو شاف الفرصه ويقدر يختار الارض المناسبه للفرصه طبقا لاستثماراته وقدرته، لان ممكن الفرصه دي تكون مثلا بنستورد ب 3 مليار دولار. ممكن حد يعمل مشروع يطلع بنص مليار او بربع مليار او ب 50 مليون. فكل واحد حسب قدرته في المشروع اللي هو عاوزه، فبنيسر له الامور بشكل سريع جدا وبشكل قوي جدا، وبالتالي يعني بنحاول نساعد بكل الطرق ان احنا نحسن اداء الاقتصاد المصري اللي الحمد لله. مين محمد دي مين بيجي مين موجود بيستثمر في القديم او الجديد 7000 دول نوعيه ايه، جوه من بره ولا لا يا فندم؟ عندنا يا فندم من مستثمرين من جوه بشكل كبير، وعندنا مستثمرين، انا هقول لحضرتك احنا الفتره الاخيره عندنا عدد من المستثمرين من دول حوالينا ومن دول كانت بتنافسنا، الحمد لله بقى عندنا يعني انا حاصل على الاقل في 40 مشروع. 40 مشروع. أيوة. هقول لحضرتك امثله. قول لي يا فندم امثله. طيب امثله سريعه جدا. 40 مشروع عندنا منهم اكبر اربع خمس شركات للهوم ابليانسز او للاجهزه المنزليه اللي موجوده حوالينا جايين عندنا. عندنا شركات من الصين، عندنا شركات من ايطاليا، عندنا شركات من تركيا، عندنا شركات من، وبالتالي احنا عندنا شركات جايه تتوطن وبتطلع منتجات ادوات المنزليه. حضرتك بتتكلم عليها ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، كل ما هو اللي بيسموها شركات من حضرتك بتكلمنا على الصين وإيطاليا وتركيا. شركات عالمية يا فندم. عالمية. شركات عالمية. ماركات عالمية معروفة بالاسم. مش عايز هتعملي ده في مصر؟ خلاص يا فندم، واستلموا الأراضي بتاعتهم. استلموا الأرض. طبعا وبدأوا يشتغلوا على الأرض. بعد كده مش هتبقى محتاج تستورد الكلام ده. لا يا فندم، ده هي معمولة علشان نغطي كمان استيراد بشكل تصدير بشكل كبير جدا. يعني جوه وصدر. جوه واصدر، اقفل الفجوه. لا اتفقتوا مع الشركات دي خلاص يا فندم؟ خلاص يا فندم، الشركات في منها اللي بدا يبني، وفي منها اللي بدا ينتج، وفي منها اللي بدا يشتغل على الارض. الكلام ده انا بتكلم خلال الست سبع شهور الاخرانيه. ادي 40 يعني. مشروع غيرهم ال 40 مشروع دول، غير بقى عندي بقى حاجات تانية في المجال الفيرتيلايزرز، عندي اللي هي الاسمده، عندي حاجات تانية في مجال الصناعات الهندسيه، عندي حاجات تانية في مجال الصناعات الغذائيه، كثير جدا من المشروعات. بدليل انا لما اقول ان في 7166 رخصه جديده صدرت، يعني في 7166 مصنع جديد اشتغل خلال المده اللي موجوده. احنا ساعات ما بنشوفش غير السلبي، ساعات ما بنشوفش غير الجزء اللي ضايقنا، لكن لما ولا حد يعرف الكلام ده ولا حد بيقول. انا طالع مع حضرتك دلوقتي وانا متشرف والله، وقصدت اصل طول الوقت يقول لك ما فيش ما بيعملوش، فانا يقولوا كلام مش صحيح، فنكوش كله، ما فيش حاجه بتحصل في البلد. حضرتك بتقولي دلوقتي على معلومات ما شاء الله يعني يا فندم رقميه. انا قايل لحضرتك وقصدت ان انا اجيب من الداشبورد او لوحه البيانات اللي هي جديده معموله في الهيئه جديد الحمد لله. عشان اداء الهيئه الحمد لله خلال الفتره الاخيره بنتحرك بشكل كبير جدا وبالارقام. والارقام لا تكذب. يعني انا بقول على الملأ يعني مفيش عربيات، محدش نصنع عربيات. في يا فندم صناعه سيارات عربيات، في ناس مصريين يا فندم ومستثمرين مصريين بيتكلموا على صناعه سيارات كهربائيه. ويعني كثير جدا من الحركه في هذا الموضوع. عندنا كمان في صناعه الكمات، يعني مثلا عندنا ان شاء الله يبقى اكبر مصنع من مصانع تصنيع ما يسمى في ماده اسمها الصودا اش مثلا. الصودا اش سيد الرئيس كان بيتكلم عليها في يا فندم احنا بنتكلم وفخامه الرئيس اتكلم عليها. بقى عندي مشروع بيتكلم برقم ضخم وفي مكان ايه الصودا اش؟ ممكن حضرتك تشرح للمشاهدين
السودا اتش دي عباره عن خامه بتخش في كل منتجات الزجاج على الاقل كده، مش عشان ما صعبش، اي قطعه ازاز موجوده أيوة. داخل فيها سودا اتش، وبالتالي السودا اتش ده مكون رئيسي في الواح الزجاج. كنا بنستوردها ولا ايه؟ احنا كنا بنستوردها بالكامل. بالكامل. يا نهار ابيض. فالنهارده رايحين نعمل مشروع كبير لهذا الموضوع. حضرتك بتقول لي اكبر مشروع هنعمله؟ طبعا مشروع ضخم جدا، وان شاء الله نعلن عنه ونعلن عن ارقامه قريب قوي. بنتكلم كمان على الرمال السوداء. الرمال السوداء والاستفاده من الرمال السوداء كخامات. انا بتكلم على الحاجات اللي دي المصانع اللي في كفر الشيخ ولا غيرها؟ لا يا فندم، في كمان في بنتكلم في منطقه اقتصاديه، في قناه السويس، حاجه جديده. بنتكلم في اماكن تانية، في حركه كبيره خلال الفتره الاخيره على تصنيع الخامات، تصنيع السيارات، تصنيع قطع الغيار. وبالتالي بنتحرك في يا فندم، يعني المجلس الاعلى لتصنيع السيارات او لصناعه السيارات بدا يتحرك ويشتغل، بقى في صندوق اسمه صندوق تنميه صناعات السيارات القدراء. وبدا يطلع منه مشاريع. لا عندنا مشاريع يا فندم، ونقدر نعمل يعني زي ما بقول لحضرتك بالارقام، نقدر نمسك كمان المنتجات والخامات والمستلزمات اللي احنا شغالين عليها بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مصر. انا بقول احنا هيئه التنميه الصناعيه عندنا معلومات، بندير هذه المساله الحمد لله، عندنا اقبال. انا عندي مستثمرين من دول كتيره جدا. زي مين بيجي لحضرتك؟ قصدي دايما نقول ما فيش استثمار وما حدش بيجي والبلد طرد الاستثمار، ايه بقى الحكايه؟ لا لا لا، احنا يا فندم عندنا مستثمرين صينيين، عندنا مستثمرين كوريين، عندنا مستثمرين ايطاليين، عندنا مستثمرين تراكوا، اتراك يعني، اكتر من، حتى الاتراك على فكره داخلين في اكتر من قطاع، عشان بس نتكلم، قطاع جلود، قطاع صناعات كيماويه، قطاع صناعات هوم ابليانسز، حاجات منزليه، أجهزة منزلية. أيوة، نعم. أيوة، ملابس. أيوة، إلكترونية، ملابس. فعندنا حاجات كتيرة جدا، عندنا استثمارات إماراتية، عندنا في الصناعة، أنا بتكلم في الصناعة. صناعة. لأن برضو أنا في لجنة اسمها لجنة الشراكة المصرية الإماراتية البحرينية الأردنية. إحنا يعني التعاون الرباعي. أيوة يا فندم، التعاون الرباعي. دي كلها مصانع 70%. كان لسه رئيس الوزراء بيتكلم عليه في الأردن من كام يوم. ايوه يا فندم، 70% من هذه المشروعات في التعاون الرباعي قائمه في مصر. وهي تتركز على بدانا نعمل خطوات ولا لسه؟ طبعا يا فندم، في مصانع خلاص بدات. لان بكره في جلاله الملك عبد الله موجود بكره في العالميه مع سياده الرئيس والرئيس محمود عباس. اتفضل. احنا يا فندم عندنا مشروعات على الارض في حدود 2 مليار دولار من التعاون الرباعي، منهم اكثر من 70% داخل مصر. والباقي موجود في الدول الشقيقه الاخرى، في الاردن، الامارات البحرين. الامارات البحرين 70% من ده موجود عندنا. عندنا يا فندم بالظبط. حاجات في مجال الالومنيوم، حاجات في مجال السيارات، حاجات في مجال الادويه. عظيم. حاجات في مجال الزراعه. الصناعات القائمه على الزراعه. لا يا فندم، احنا شغالين وعندنا شغل، ولكن هو يعني محتاجين الضوء اكتر يتسلط على الحاجات الايجابيه اللي بتحصل، لان احيانا احنا بنسيب الملعب للحاجات السلبيه. صح، عند حضرتك حق والله. اخبار الخريطه دي بتوزعها يعني، حضرتك بتكلمني بسم الله ما شاء الله، هل مركزين في حته ولا كل ده منتشر على مستوى المحافظات يعني؟ لا، الخريطه كل... ايوه، الخريطه يا فندم متوزعه على 14 محافظه و709 قطعه ارض بحوالي 1.7 مليون متر مربع. ودي ان شاء الله هتبقى نازله يوم 16 باذن الله. كل قطعه ارض باينه فين على الخريطه ومحددينها. نعم. يعني احنا حتى في الاعلان اللي احنا بننزله بنقول كذا قطعه ارض في كل محافظه، في السادات، في المنوفيه اللي هي منطقه السادات، في سوهاج، في بورسعيد، في 6 اكتوبر. نعم. في العاشر من رمضان احنا حاطين تغطيه كامله للاراضي بحيث انها تقدر تساعد وتغطي اكتر الفجوه الاستيراديه والقدره على التصدير لمصر ان شاء الله، وتعميق التصنيع المحلي بصور مختلفه. وعلى فكره يعني جمله عاوز اقولها، اللي انا بقوله ده بس اللي يخص التنميه الصناعيه. نعم. يعني لو رحنا للمنطقه الاقتصاديه هنلاقي فيها شغل تاني، لو رحنا يعني الموضوع ليس فقط التنميه الصناعيه، عشان ما حدش يحصر ان هي دي الارقام اللي في مصر، لا ده جزء خاص، ده ما يخص الهيئه بتاعت حضرتك بالظبط. هيئه التنميه الصناعيه. ايوه، هيئه التنميه الصناعيه، الاراضي اللي طرحناها هي الاراضي اللي طلعتها الهيئه. نعم. لكن في اراضي تانية هتلاقي الصناعه والتجاره كده، هتلاقي وزارات اخرى عندهم الاستثمار عندهم نفس الحكايه. احنا يا فندم نتبع هيئه التنميه، نتبع وزاره التجاره والصناعه. طبعا التجاره والصناعه. تمام يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئه التنميه الصناعيه. النهارده هيشرفنا المهندس محمد صالح رئيس مصلحه الري وزاره الموارد المائيه والري. ملف الميه بقى ده الامن القومي بجد. يجي يقول ايوه الميه،
الميه حياتنا كلها في حاجه غير ميه؟ هي الميه. كل واحد فينا عليه دور، من اول الغيط اللي قاعدين في الارض والزراعات. يعني النهارده في منظومه ري حديث، ارجوكم الجاوا لمنظومه الري الحديث احسن من الري الغمر واللي عمال الفدان ياخده 3 4 5 ساعات. لا دلوقتي الفدان ياخد معاك ساعه لو بالري الحديث، وتريح دماغك بدل ما يبقى عندك جايب ناس وعمال يتابعوا ويعملوا ويشوفوا الإيرات الارض دي ولا حته فيها ميه وصل. لا النهارده كله حاجه قدامك، منظومه الري الحديث ترع. مشروع قومي الهائل سيادة الرئيس، مشروع عظيم ما يحسش بيه غير اللي زينا. تبطين الترع، حياه كريمه، غير حياه الناس ازاي. ناس كان يوم عندها ارض وما فيش نقطه ميه راح لهم، الناس واهلين يعرفوا اللي انا بقوله ده. ليه؟ لانه قال لك اصله ده في اخر حدود مش عارف ايه. طبعا الترع كان بتبقى كلها مردومه بقى، ايه ناس راميه بقى مش عارف ايه وقمامه وبتاع، فالميه ما بتروحش خلاص. فالناس الارض الزرع بيموت، زرع كان بيموت والله ما بيوصلوش ميه. النهارده قدرت توصل لده، بس لسه محتاجين جهد كمان عشان الناس لسه بترمي، ولازم نعمل منظومه. لما يكون معانا المهندس محمد صالح بعد شويه نقدر نتكلم على هو لازم تعمل اسلاك حواجز عشان تمنع حكايه القمام، ولازم حد يبدا ينظف ويشيل. لما لسه محتاجين ثقافه اكتر وزياده يعني، معلش عذرا بقول كده بس هو ده المطلوب يعني. حصل حاجات كتيره في الملف ده، حاجات تانيه محتاجين انه ما بقاش سايب الميه حتى لو انا في البيت. وانا بتكلم حتى لو عن نفسي يعني، تحلق دقنك سايب الحنفيه ليه سايبها؟ خد الميه بتاعتك واقفل بالراحه. خلي بالك انا بتكلم والله على نقطه الميه، لانه البلد النهارده بقول لحضرتك احنا يعني كل اللي عندنا حوالي 60 مليار، واستخداماتنا واستهلاكنا حوالي 120 مليار، قرابه 120 مليار متر مكعب. الدوله النهارده بتنفق انفاق مليارات عشان توفر كل نقطه ميه، بستفيد من كل نقطه ميه. محطات اللي هي بنتكلم على بحر البقر ولا الحمام ولا المحسمه ولا غيره ولا غيره ولا غيره، شو تعمل ايه بالكلام ده؟ كل نقطه ميه صرف زراعي بتعمل بيه ايه؟ استفيد بيه، ما يترميش. مياه امطار بتستفيد بيها بالاضافه اللي عندك. يبقى شوف لحد ايه الدوله بتعمل ايه عشان اعمل ده. تعمل النهارده محطات تحليه من البحر، العالم كله بيتعامل مع ده عشان بقول لك كل نقطه ميه. ما انت بتتكلم على بلد مش النهارده، مش 110 ولا 105 ولا 100، بتتكلم على بلد 150 مليون و200 مليون وبعد كده احفاد 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 احفاد. تعمل لهم من دلوقتي عشان يجوا لقوا حاجه موجوده البلد بتعملها ليهم، مش يجوا لقوا خرابه. يجوا يقول لك بتعمله مش بعمل، تعمل ايه؟ وانت عايز بلد تتساب ايه؟ وبعدين كل واحد يتكلم على قد اللي يعرفه. ده هيبقى لنا حلقه اخر نتكلم في الحكايه دي يبقى عنوانها كده، على قد اللي يعرفه. بلاقي لسه اتكلم كلام كبير قوي، ده ما يعرفش شويه الميه دول بنتعامل بيهم ازاي. والله ما يعرفوا، ما يعرفوش الميه، لان عندنا في مصر منظومه ري ما شاء الله، عندنا منظومه بجد. مؤسسه الري المصريه دي مؤسسه اسمها كده، مؤسسه الري المصريه. خبرات وخبرات تراكميه ورا بعض، خبرات ورا بعض. اداره منظومه الميه دي اداره اسمها اداره منظومه الميه، مش ميه ماشيه في نهر النيل وميه ماشيه في الترع والبحر، لا ده في اداره لمنظومه الميه. ازاي الميه دي تدورها تدير منظومه الميه في مصر؟ علم. ازاي ترصد السحب النهارده العلم كده سحب، وازاي اقدر اعرف كميات قبل ما تنزل على الارض، تعرف كميات قد ايه. هو ده كان بيتعرف ولا تلاقي حصل سيول وحصل مش عارف فيضانات والدنيا غرقت؟ النهارده كل حاجه علم.
يعني بتيجي النهارده تعمل مشروع بتدخل فيه جهات الدوله منها الري، المشروع ده ممكن يبقى فيه كذا بعد 20 30 100 سنه ولا ايه؟ عمل في علم بقت الحكايه كده. بس علينا احنا مسؤوليه، كلنا كل مواطن عليه مسؤوليه النهارده في الميه، في ترشيد الميه. ليه؟ ده صالحنا. هو انا بعمل برشد ميه عشان ايه؟ الدوله بتستفيد النهارده، الدوله بتتوسع في الارض والزراعات والصوب الزراعيه، وهنتوسع ونتوسع ونتوسع وهنعمل ونبني ونعمر ونبني، مش هنسيب حته غير لما ان شاء الله باذن الله باذن الله. بس عايزه فلوس كتير قوي. انت بتعمل، طب بتوفر ده ازاي؟ تعملوا ايه؟ ما انت كله خلي بالك، ما انت قبل كده كنت بتستورد اللي انت بتزرعه ده، بتستورده ميه في صوره ميه، تدفع مليارات استيراد اكل في صوره ميه، ما دي ميه بتستوردها في صوره اكل، سلعه غذائيه بتجيب. طب ما انت بتعملها هنا، تعملها النهارده هنا عشان اوفر ده. فنتكلم النهارده ملف مهم جدا. سيب حضراتكم مع تقرير لزميلنا عاصم الشندوي النهارده في الاوبرا المصريه وحفل فرقه الحضره للانشاد الديني، ثم فاصل واستقبل المهندس محمد صالح رئيس مصلحه الري. اختتمت دار الاوبرا المصريه فعاليات المهرجان الصيفي هذا العام بحفل لفرقه الحضره للانشاد الصوفي، احتفاء بالعيد الثامن لتاسيسها، وذلك على المسرح المكشوف وسط حضور جماهيري كبير. المشاركه بتاعتنا المهرجان الصيفي احنا بنحبها جدا ومستناها كل سنه طبعا. هنقدم النهارده مزج ما بين الموسيقى الكلاسيكيه لحاجات زي شوبان وموزارت وكده مع الموسيقى الصوفيه. دي حفله النهارده مع بعض الحاجات اللي في اذهان الجمهور المصري زي تتر لا اله الا الله، صلينا الفجر فين، وحاجات كده. يعني الموسيقى الصوفيه هي موسيقى روحيه اللي بتقول كلام العارفين بالله والساده المتصوفه، وهي كمان بتقول اناشيد ومديح في مدح سيدنا رسول الله وفي الصحابه الكرام وآل البيت، وكمان يعني ابتهالات واناشيد وكده. يعني هو ده الموضوع. يعني احنا هنقدم باقه من الاغاني الصوفيه والقصايد لاهل الله يعني ولسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المديح، وعاملين زي ميكس مع فرقه رباعي اوتار. طبعا حاجه جديده جدا، ميكس بين الموسيقى الصوفيه والموسيقى الكلاسيك، وان شاء الله يعني تنول اعجاب الجمهور باذن الله. تضمن برنامج الحفل الختامي للمهرجان الصيفي مجموعه من اشهر المدائح والتواشيح وقصائد التراث الديني، منها مدد يا رسول الله، والله ما طلعت الشمس ولا غربت، ومدد يا سيده، الى جانب موسيقى فيلم الرساله وتتر مسلسل لا اله الا الله، والتي قدمتها فرقه الحضره التي تضم مجموعه من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف. معنا تركات مختلفة من لا اله الا الله، معنا والله ما طلعت شمس، ومعنا تركات كتير، وشرفنا طبعا الشيخ محمود التهام النهارده وبمشاركة فرقة رباعي اوتار. ان شاء الله يعني نقدم انواع مختلفة تنبسطوا معنا باذن الله. مسؤولية كبيرة قوي، نجاح كبير، فرحة غير طبيعية، مسؤولية بتزيد مع كل المناسبات الكبيرة دي، فنتمرن من ربنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون قد المسؤولية دي، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن الجمهور بينا. مهرجان الصيف اللي احنا تملي يعني بنشارك فيه كل سنه من افضل المهرجانات بتحصل في مصر يعني في الموسم دوت، ويعني بيصادف ان هو عيد ميلاد الحضره، فطبعا ما فيش اجمل من كده مناسبه يعني. يذكر ان المهرجان الصيفي الذي نظمته دار الاوبرا المصريه هذا العام كانت بدايته في 15 من شهر يوليو الماضي، واستمر لمده 27 يوما، ضم نحو 20 فعاليه فنيه وثقافيه أقيمت على أكثر من 7 مسارح بمحافظتي القاهرة والأسكندرية. وتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة قدمها كبار النجوم على الساحة الفنية. عاصم الشندويلي لبرنامج على مسؤوليتي.
هرجع مع حضراتكم يا ضيفي الكريم المهندس محمد صالح، تحياتي ومشرفتي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. الناس اتخضت من كام يوم، طلع معلومات عن مجلس الوزراء مركز معلومات بيقول للناس 10 خطوات لو سمحتوا رشدوا ميه ومش عارف تعملوا ايه، فالناس بدات تقلق. عندنا ازمه ميه ولا لا؟ بصراحه حاليا مفيش ازمه ميه بالمعنى الازمه ميه. لكن لازم الاول احب اتكلم عن حصه مصر من الميه. نعم. عشان الميه دي هي شريان الحياه. نعم. وهي اهم مورد للحياه في مصر. نعم. طبعا حصه مصر من الميه هي 55.5 مليار. أيوة. متر مكعب في السنه، زي ما كل الناس عارفه، اكيد المواطن العادي عارف دلوقتي الحصه. نعم. الحصه دي ثابته من سنه 59. نعم. كان سكان مصر 25 مليون. نعم. النهارده سكان مصر او اللي عايش على ارض مصر تعدى ال 110 مليون. نعم. فاذا الحصه ثابته من سنه 59، السكان تضاعفهم 10 4 مرات، من 20-25 مليون ل 115 مليون. بالظبط بقى. نعم. كده ونفس الحصه. فدي. نعم. اكبر التحديات اللي بتواجهنا. ايوه. بتواجه الدوله المصريه. كويس. ان كميه الميه ثابته ما بتزيدش، السكان بيزيدوا. نعم. عندنا مشكله في التزايد السكاني، عامل ضغط طبعا على الاستهلاك. عايز اقول لحضرتك ان استهلاك ميه الشرب بس، قطاع ميه الشرب فقط، بيوصل ل 10 مليار متر مكعب في السنه. ده من الحصه، يعني احنا بنستهلك حوالي 5 حصص في الشرب. نعم. طب لما السكان بقى يشرب ميه 10 مليار متر مكعب في السنه. في السنه. في السنه شرب بس. شرب بس. طب لما ما رحناش لزراعه وما رحناش لصناعه. بالظبط. فلو السكان، طب التفنيطه ايه بتاعه الميه؟ طبعا هو 97% من 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 كميه الميه اللي بتيجي مصر، قلنا دي 45 مليار. من هي بالظبط 45 مليار. الباقي كميه المياه البيئيه هي للزراعه والصناعه. معظمها طبعا للزراعه، هي المستهلكه الاكبر للمياه في مصر هي القطاع الزراعي. نعم. طبعا احنا لازم نواجه التزايد السكاني بان احنا نزرع ارض جديده علشان الفجوه زي اللي بيتم دلوقتي. بالظبط. نعمل ارض وهنعمل صوب. بالظبط. احنا. نعم. احنا ساعتك لو ركبت الطياره من اسوان. نعم. للقاهره وشفت كده بالطياره هتشوف منظر صعب. نعم. ان نهر النيل. نعم. الوادي والدلتا. نعم. الشريط الاخضر صغير قوي. صحيح. وكل مصر صحراء. طب احنا ليه مش بنزرع مصر كلها؟ ما احنا ممكن بدل ما نستورد. مفيش ميه. نعم. الكميه فلازم هنا مفيش ميه، مفيش ميه تكفي هذا التزايد. عشان كده انا التزايد السكاني ده مساله لازم نراعيها. خطر جدا. خطر جدا، ولازم نراعيها وناخد بالنا منها. يعمل لنا ازمه ميه مع المستقبل طبعا. المستقبل. لو استمرنا بنفس المعدلات دي طبعا مع المستقبل احنا رايحين في الشرب لاتجاهات بعيده جدا. رايحين لايه؟ رايحين لمستقبل صعب، ولكن وزاره الدوله المصريه ما سكتتش بقى. عملت ابتكارات وحلول جديده دلوقتي طبعا، اتجهنا لتحليه الميه. الدوله المصريه من 2014 بصراحه يعني. نعم. ونشكر فخامه الرئيس يعني. نعم. عبد الفتاح السيسي ان هو وجه مليارات ضخمه جدا في قطاع المياه. نعم. النهارده في تحليه مياه شرب. نعم. عندنا كل مدن الاستحلاليه تقريبا فيها تحليه، الغردقه، مرسى مطروح. نعم. اسكندريه، بورسعيد، العين السخنه، كل ده اتجاه، كل ده من البحر، لان ده كله بيولد لنا مورد ميه جديد. ده خارج مياه النيل بقى. بنعمل تحليه لمياه. يبقى احنا لجأنا للبحر للتحليه بس دفعنا مليارات. مليارات، لان التحليه غاليه جدا عشان نوفر ميه النيل. بالظبط. للزراعه. للزراعه. بالظبط. الحاجه الثانيه بقى ان احنا طبعا بدأنا طبعا مع زياده السكان احنا محتاجين استطلاع اراضي جديده. طبعا احنا الحصه طب معلش قبل استطلاع الاراضي، احنا مواردنا كلها قد ايه من الميه؟ كلها 55.5. ده الميه المتجدده اللي هي من نهر النيل. جميل. غيره؟ غيره بقى بيجي لنا حوالي 4 مليار متر مكعب من 4.5 من الامطار والمياه الجوفيه. كان في ناس فاكره زمان ان مصر تعوم على بركه من المياه الجوفيه. هذا الكلام غير مظبوط. تم تدقيق ودراسه. طب معلش. يعني دلوقتي كل اللي عندنا حوالي 60 مليار متر 60 مليار متر مكعب. كل اللي عندنا اول عن اخر. اول عن اخر. نزيد بقى 100 مليون كمان، هم 60 نوصل 200 مليون. مش هم دول اخرنا، مفيش ميه تانية غير 60 نهائي. هم دول فقط لا غير، وده باتفاقات دوليه وثابته وما عادش في موارد تانية غيرنا. طب بنستهلك قد ايه دلوقتي واحنا 115 مليون؟ احنا بنستهلك حاليا حوالي 81. طب بنجيب الفرق ده منين؟ بنجيب الفرق ده من اعاده استخدام الميه. ايوه. احنا الميه اللي طبعا الميه بتخرج من نهر النيل. في ترع. تروي الاراضي. ترجع لمصارف. نعم. بتعاد تاني في النيل. نعم. بنعيد استخدام ميه الري 4 مرات. اربع مرات. اربع لغايه دلتا.
اربع مرات، وده عشان كده كفاءه استخدام مياه الري في مصر بتوصل ل 80%، وده من اعلى النسب في العالم. عظيم. بعد كده المياه اداره، منظومه اداره، دي منظومه اداره تحكم واداره في نظام اداره مياه الري في مصر. كويس. مصر من اكبر دول العالم اللي فيها يعني مجال خبره عاليه في مجال الري طبعا، ومن اقدم دول العالم. مدرسه الري معروفه بالظبط. بالظبط. نعم. في الاخر خالص بقى بننتهي الى المياه قبل ما بتوصل للبحر. بتكون حالة المية وجودتها بعد استخدامها اربع مرات في منتهى السوء. ده اللي خلى الدولة بقى المصرية تتجه لمشروعات اعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي. نعم. فعملنا مشروع المحسمة. ايوه. بنعيد استخدام مليون متر مكعب في اليوم. ايوه. عملنا مشروع بحر البقر. بنعيد استخدام 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. سينا. في سينا. النهارده طبعا معمول اكبر محطات معالجه مياه صرف زراعي في العالم. نعم. واخدت جوائز عالميه. نعم. احنا النهارده برضو عندنا بحر البقر والمحسمه 5.6 والمحسمه مليون متر. مليون. كويس. حاليا بقى الحمام بنشتغل في الحمام. تخلصوها امتى؟ هنخلص يمكن على باذن الله اخر هذا العام او اول العام القادم. هدينا ايه الحمام؟ هدينا 7.6 مليون متر مكعب في اليوم. في اليوم. هنزرع اراضي جديده جدا في الضبعه. اللي هي الدلتا الجديده. اللي هي الدلتا الجديده بالظبط. عظيم. وغير كمان ان 2.2 مليون بالظبط، دي كلها بدأ. اراضي جديده دخلت ارض جديده في خلال قد ايه بقى؟ في خلال فتره زمنيه قد ايه؟ نعم. احنا كنا من يعني لغايه تاريخنا كله كان في كام مليون؟ 6% ولا بالزبط. حاجه. فده يعني معدل سريع جدا. نعم. وده بسبب ان الدوله المصريه بتضخ المليارات والمليارات في قطاع المياه. ميه الحمام دي جايه منين؟ دي محطه الحمام دي محطه ميه معالجه المياه دي صنعيه. دي بقى مياه المصارف الزراعية في الدلتا. بعد إعادة استخدامها أربع مرات. ووصول جودتها لدرجة منعدمة. المفروض كنا بنرميها في البحر. احنا النهارده هناخدها، عملنا مسارات ناخدها ونوجهها غربا ثم لناحية مطروح ثم جنوبا للضبعة. ونعمل محطة، أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي في العالم. معلش، خدنا المياه دي من المصارف بدل ما كانت ترمي في البحر وتلوث البحر. خدناها. خدناها. نعم. نقلناها ازاي؟ نقلناها من خلال بقى مسار ناقل نهري. المسار الناقل ده فيه عباره عن ناقل. المسار الناقل ده عباره عن قناه مفتوحه. وعباره عن مواسير كبيره ضخمه، وفي محطات رفع. ده ماشي كام كيلو ده؟ دي مسافه لغايه من الاسكندريه لغايه حوالي 20 و30، يعني ندخل في اكتر من 50 كيلو. 50 كيلو. دي توصل المايه لغايه الحمام. لغايه الضبعه. لغايه الضبعه جنوب الحمام. طب المصادر دي مستمره مش كده؟ مستمره، لان دي مايه صرف زراعي. بتنزل في البحر. بتنزل في البحر. وبتنزل بجوده سيئه. عظيم. ومحمله بملوحه عاليه. نعم. فاحنا بناخدها في نعمل لها اعاده معالجه. وفي ثلاثيه، معالجه ثلاثيه بالظبط. وتنزل بعد كده تبقى ميه صالحه للزراعه. بدل ما كانت ميه ما لهاش اي قيمه. نعم. حولناها لميه قيمة. دي كانت بس دي ميه هتبقى ميه معالجه ثلاثيه، ميه كويسه بالظبط. زراعه هزرع منها بالظبط، ما فيهاش اي مشكله على الاطلاق بالظبط. تتحول لميه نظيفه بالظبط. ده حولنا بقى نقطه ضعف لنقطه قوه. حولناها لفرصه ممتازه. قريب من ميه الشرب؟ لا، دي للزراعه مش للشرب. دي للزراعه. للزراعه مش مالهاش علاقه بالشرب. لا لا لا. نعم. طبعا، لان مواصفات مياه الشرب تختلف شويه عن مواصفات مياه الزراعه من حيث الملوحه. ومن حيث النوعيه. نعم. تمام. لكن طبعا هتبقى مياه نقيه جدا معالجه. هتزرع مزروعات اعتقد كلها ممكن تكون للتصدير، لانها طبعا هتبقى مياه معالجه بدرجه عاليه من النقاء. فده كله بيضيف لي اسيتس واصول للدوله المصريه. لا، هنا وانا حضرتك بتتكلم على زراعه، حتى لو انا باكل هذه الزراعات وبتنزل السوق المحلي. قبل التصدير. مفيش عندي اي مشكله فيها نهائي. نهائي بالظبط، لانها على اعلى مواصفات، مياه نقيه على اعلى مواصفات عالميه بالظبط. بالظبط. كويس. بالظبط. دي اللي هزرع بيها الدلتا. الدلتا الجديده بالظبط. عظيم. احنا كمان بنزرع في توشكا دلوقتي، عملنا ما شاء الله بعض القنوات والترع في توشكا الجديده. عملتوا ايه في توشكا؟ هنوصل في توشكا مليون فدان ولا ايه؟ هنوصل ل 720,000 فدان. 720,000 فدان. هايل. لغايه يعني ما حصل ثوره يناير كانت المزرع في توشكا لا يتعدى 20,000 فدان. كان 20,000 فدان؟ لا يتعدى 20,000 فدان بالظبط. 2012 كان 20,000 فدان. نعم. النهارده احنا داخلين على 720,000. ما شاء الله. لا يعني في سرعه عاليه جدا. ايه الفرق اللي كان 20,000 فدان؟ وصلنا الرقم ده دلوقتي. الاراده عملنا الإرادة. ايه؟ الاراده والاصرار والتصميم وحسن استخدام موارد الدوله. نعم. فطبعا ده كله بيعود على المواطن المصري بالخير والنماء والخير. هنا ميتهم منين؟ دي من بحيره السد العالي. بحيره السد بالظبط. نعم. عملنا ايه عشان ننقل الميه دي؟ عملنا محطه طرمبات عملاقه. عملنا اربع افرع
كبيره عملنا دلتا كبيره هناك دلتا كبيره والميه هناك طبعا من ميه السد العالي دي من الحصه المصريه عشان نكون الامور واضحه برضه ايوه من حصتنا من الخمسه من 55.5 مليار عظيم مش ما مش واخدين حاجه من حد خالص نهائي بنزرع بميتنا بس بنجيد ادارتها وبنحسن ادارتها وبنضخ المليارات علشان نوسع الرقعه الزراعيه نعم علشان المواطن المصري والمستقبل المواطن المصري فاحنا دلوقتي تقريبا خلصنا تشكه 750,000 ولا لسه بالاستصلاح حاليا احنا يمكن زارعين حوالي غدوه حوالي 300,000 وخلاص بنخلص في خلال سنه اتنين ممكن نوصل ل 720 احنا بنتكلم على قمح وبنتكلم على كل المحاصيل الزراعيه الغذائيه دول غير النخل اللي هناك ديت غير النخل وغير كل ده غير ال 2 مليون نخله بالظبط ده دول مشروع تاني مكان تاني مشروع تاني بالظبط مشروع تاني طبعا هنا زراعه يعني اللي هي غذاء للغذاء سله الغذاء سله الغذاء المصريه نعم لازم نجابه التحديات بتاعتنا احنا عندنا تحديات كبيره جدا دلوقتي في مصر تحديات سد النهضه تحديات التغيرات المناخيه سد النهضه هيأثر علينا ازاي؟ سد النهضه اللي بيتم لحد دلوقتي لغايه دلوقتي الحمد لله ما اثرش علينا ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى لان العشر سنوات اللي كانوا بيبنوا فيهم التعليق الاولى والثانيه والثالثه ربنا سبحانه وتعالى كرمه الواسع وفضله العظيم كان على طول الامطار الفيضان كان عالي جدا كرم ربنا كرم ربنا طبعا سبحان الله بالظبط لان ربنا عارف المواطن المصري وظروفه وحالته فربنا حنين علينا لم نتأثر حتى هذه اللحظه لم نتأثر فيضان عالي بيكون كل سنه على كل المدارس السنوات اللي فاتت كان معظمها فيضانات عاليه والحمد لله هم قدروا يخزنهم واحنا كمان قدرنا نحصل على حصتنا كامله دون اي نقص ما حصلش عندنا عجز لا نهائي على السنين اللي فاتت على السنين ده بفضل ربنا وكرمه الحمد لله الحمد لله طيب معلش لو انا بتكلم على قصه بتاعه سد الاسيوبي ده انا بحب اقول عليه سد الاسيوبي مش سد النهضه بصراحه يعني فحضرتك بتقول لي لحد دلوقتي ما تاثرناش طب اللي جاي ايه في الملف ده اللي جاي في الملف ان شاء الله هو في يعني تفاؤل مشوب بالحضر طبعا بعد لقاء السيد فخامه الرئيس مع رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد بالظبط اتفقوا مع معلش تفاؤل مشوب بالحضر بالظبط لان احنا لنا خبره 10 سنوات معاهم الكلام ده تدقيق مهم بالظبط تفاؤل مشوب بالحذر ده ناتج عن الخبره في التعامل معاهم طوال 10 سنوات ماضيه فهو ان شاء هم اتفقوا على ان احنا نعمل مفاوضات 4 شهور خلال 4 شهور نكون مخلصين نقعد على الترابيزه ونقعد نتناقش هي مشكلتنا في سد الاسيوبي قعدنا ولا لسه؟ لسه في اعدادات حاليا ايه اللي بيتم دلوقتي معلش؟ بالاعدادات من الطرفين لكن ان شاء الله العقد اول جلسه لسه ما اتحددش هنا ولا هناك ولا فين لسه ما اتحددش الحاجات دي تفاصيل لسه ما اتحددش خبراء الفنيين بيجهزوا طبعا احنا خبراء الفنيين عندنا جاهزين على طول برافو الملف في الدرج طلع على طول ايوه كده برافو لا طبعا احنا جاهزين بالظبط جاهزين ان شاء الله هو الخلاف طبعا احنا رؤيه مصر دايما والدوله المصريه ان هي مع التنميه في افريقيا افريقيا كلها بما فيها اثيوبيا اثيوبيا دوله شقيقه وجاره عظيم احنا مش ضد التنميه هناك ابدا كويس ولكننا احنا عايزين نتفق مع بعض كيفيه اداره السد في فترات الجفاف والجفاف المبتدئ لو ما فيش فيضان الضرر هينوزعه بالتسيع ولا هنوزعه ازاي دي مشكله سد النهر او سد الاسيوطي دي المشكله لا اداره الفيضان في فترات الجفاف والجفاف المبتدئ دي المشكله بتاعتنا مع السد لكن احنا مع بنائهم سد ما عندناش مشكله مع ان هم يحسنوا مواردهم انتاج كهرباء لكن يبقى في تعاون مثمر لصالح كل الاطراف. طيب مساله الاداره دي هل ممكن يوافقوا عليها؟ نعمل ولا ده ذلك. شرط مصري واضح؟ ده شرط مصري واضح طبعا. واضح. لا تنازل عنه. لا تنازل عنه. وحاسه مصر من المياه ده خط احمر غير قابل للنقاش. اصل هم بيقول لك دي حاجات قديمه وايام مش عارف ايه وما كناش كذا. ده استهلاك بقى استهلاك. بالظبط لكن قد نصل. قد نصل لحل. باذن الله اتمنى ذلك اتمنى ذلك نعم. هو قلت التفاؤل مشوب بالحذر علشان يبقى كويس نقول يا رب ان شاء الله ربنا يوفق الخبراء المصريين اللي بيتعاملوا في هذا الملف من كافه اجهزه الدوله مش ممكن نرجع لاتفاق واشنطن اللي كنا كاده ولا لسه التفاصيل بقى غير معلومه حتى الان غير معلومه لا نهائي لكن نحن جاهزين بالظبط مجرد ما بالظبط واحنا عندنا دايما حسن النوايا لكن حسن النوايا لا تكفي لابد من حسن نوايا الطرف الاخر وعلشان نلتقي على اتفاق يعني يحقق التنميه والموارد للطرفين بدون اي اضرار. محمد بيه معلش النقطه دي والجمله دي مهمه قوي كررها لي ثاني لو سمحت. حسن عندنا حسن نوايا ولكن مشوب بالحذر. اكرر مشوب بالحذر.
والطرف الثاني لازم يكون عنده نفس حسن النوايا. نفس حسن لازم يكون عنده حسن النوايا، لان الحياه مشتركه. نهر النيل حياه مشتركه. نعم. لازم نعيش كلنا على الوادي. النهر النيل لا يخص احد. نعم. هو منحه من الخالق سبحانه وتعالى لكل دول حوض النيل. نعم. فلازم ان احنا نحترم هذا النهر ونحترمه حتى يعني يفيض ربنا سبحانه وتعالى علينا بالماء الوفير كلنا باذن الله. عظيم. فنتعاون جميعا. بالظبط. التعاون هو مصلحه مشتركه. التعاون هو السبيل الوحيد للحياه لجميع البشر. عظيم. بالظبط. طب خلينا ننتقل لزراعتنا. لو انا بتكلم حتى على من شويه كنا بنناقش موضوع الصوب الزراعيه. مساله ترشيد الميه. ايه اللي مطلوب علينا كمواطنين؟ انا عندي ارض مثلا في البلد. زمان طول عمرنا الميه افتح يلا دور المكنه انزل الميه ايه وتروح تنام وتلاقي الغيطان غرقت. بكلم حضرتك بجد. بالظبط صح. الغيطان غرقت وحضرتك اشتغلت عندنا في شرفنا يعني موجود حضرتك عندنا في سوهاج. بالظبط. وقبلها هنا وكده. بالظبط. فالنهارده ايه المنظومه الجديده او اللي مطلوب علينا احنا كمزارعين؟ مطلوب بقى وعي المزارع المصري. المزارع المصري اتعود على الزراعه بالغمر من الاف السنين. عايز اشرح بس مفهوم الري. يعني ايه ري؟ الري هي المحافظه على مستوى رطوبه محدد في منطقه جذر النبات. نعم. مش ان انا اكبسه بالميه. مش ان انا اغرقه بالميه. نعم. مش ان انا اغمره بالميه. نعم. هي المحافظه على الرطوبه. نعم. عشان احافظ على الرطوبه ديت فهناك طرق الري الحديث. لازم نتنازل والمزارع المصري يلجا للري الحديث. بدون الري الحديث هتبقى في مشكله. ده السبيل الوحيد لترشيد مياه الزراعه. وعلشان تقدر تكفينا وللاجيال القادمه. كويس. الري الحديث هو استخدام الري بالرشاشات او الري بالتنقيط. نعم. وبالمناسبه الري الحديث مثبت علميا وعمليا حتى اللي بيصنعوه في مصر بيدي انتاج زراعي اكتر بكتير. عظيم. ممكن يوصل ل 30% زياده في المحصول. يعني ده ممكن يعود للفلاح بالخير على الفلاح. عظيم. اذا لابد ان احنا ده بقى امر حتمي وملزم وضروري. ان احنا لازم المزارع المصري يترك الري بالغمر وتحول للري الحديث. ده يعني خيار لا مفر منه. انتوا كوزاره ري بتعملوا ايه مع الناس؟ احنا عندنا توعيه، عندنا ارشاد، بنعمل بروتوكول مع وزاره الماليه ووزاره الزراعه والبنوك علشان الفلاح يلجا لهذه الاليه. ونتناقصها عليه على 10 سنين او اكتر يعني. نعم. طيب خلينا حضرتك بتتكلم عن الملف ده، الملف ده مهم جدا. نروح نشوف تقرير عاملينه. فضل. عن منظومه الري الحديث. اتفضل. اهالينا كمان مزارعين استفادوا ازاي من هذه المنظومه؟ وهل يعني ساعتهم ولا لا؟ هل الانتاجيه بقت اعلى؟ هل ريحتهم ولا لا؟ بدل ما كان بيبقى عنده عامل اثنين ثلاثه، النهارده ممكن ما يبقاش عنده حد على الاطلاق، ممكن يبقى واحد بدل ثلاثه بدل اربعه. دخله هيزيد ولا لا؟ انتاجه هيزيد ولا لا؟ ما هو دي الرسالة. والامر الثاني عايزين نوفر ميه والله، عايزين نوفر ميه لصالح بلدنا والاجيال والاحفاد والاحفاد و الى قيام الساعه باذن الله. الى قيام الساعه. ما دي بلدنا. هنسيب نهر النيل؟ لا. طب ما نحافظ على الميه ازاي؟ نشوف التقرير. في ظل توجه الدوله المصريه للحفاظ على كل قطره مياه من نهر النيل، انتهجت وزاره الري المصريه مشروع الري الحديث عن طريق الرش او التنقيط، مما يسهم في الحفاظ على كمية المياه المنصرفة في الزراعة، كما يعد المشروع مساعدة للفلاح من ناحية توفير العمالة والسماد وتوفيرها للجهد والوقت. يتم جميع التطريرات جميع الترع، وبيتم صيانة جميع منشآت البوابات للتحكم في مناسيب المياه والتصرفات لضمان توزيع المياه، وبيتم صيانة المنشآت سواء الكباري أو التغطيات أو ما شابه، ويتم سند برضه عندنا المغذيات. ده جزء بيكمل معانا الري البحاري، ده عشان نكمل بيه ونوصل المياه لجميع المزارعين بالكمية المطلوبة في الوقت المناسب. احنا عندنا منظومة شكاوى في الإدارة، عندنا في مختصين بالشكاوى. دايما لو الشكوى وصلت الإدارة بيتم التواصل مع مهندس الهندسة أو الفلاح نفسه بيتواصل تليفونيا. جميع الفلاحين في مستوى زمام الهندسة أو الإدارات بصفة عامة يعني معاهم تليفونات مهندس المركز. مهندس المركز ده تليفونه متاح للفلاحين كلها. لو في نقص في المية، عدم وصول المية، بيتم التواصل مع مهندس المركز فورا، بيتم حل المياه. او لو ده مش لو في دور بطاله اللي هو مش ميعاد وصول المياه ليه، بنبلغه ان دور العماله بتاعك يوم كذا، فبالتالي احنا بنتابع معاه لحد لما نحسم الشكوى كده على طول. بالنسبه للري الحديث اللي انا يعني ان احنا عايشينه كمزارعين ومنتفعين على في المنطقه كلها تما، تمام، ان هو فعلا جه في صالح المزارع
ومنتفع بالنسبة لي. ده بداية طبعا كان حضر تم توعية ليه من قبل وزارة الري، تمام، بتوعية للتوجه من الري بالغمر لنظام الري الحديث. فعلا ده استجبنا فعلا، وتلاقينا في حصدنا فيه ثمرة خير، وحسينا بالفرق ان هو طبعا بيتم. كان الاول بداية بنظام الري بالغمر بيسالك معانا عمالة، يسالك معانا اسمدة، تمام، بيبقى فيه نسبة اسمدة عالية، تمام، بيبقى فيش تحكم فيها، واخد بال حضرتك، خلاف بالنسبة للعكس الري الحديث. الري الحديث احنا وفر معانا يعتبر في نسبة العمالة، وفر معانا في نسبة المية، وفر معانا في نسبة الأسمدة نفسها، زود معانا في المحصول. أنا عملت لي أنا وأخويا حوالي 50 فدان ري حديث، واخد معونة من الري من حوالي 2019. سليم الحمد لله، إنتاج زاد ثلاث أرباع بالظبط. يعني إذا كانت الكماوي شكارة الفدان أو شكارة ونص الفدان، المية إن شاء الله ما فيش الفدان بياخد ساعة ساعة ونص، غمر كان بياخد ثلاث ساعات وكل يوم ثلاثة، لكن بتسقي بالساعة كل ساعتين، كل يوم تديله ساعة ونص ساعة بكتير وكده، والإنتاج الحمد لله زاد التلتين بالظبط. إحنا حاليا كنا الأول شغالين، إحنا نشكر ربنا ونشكر الناس اللي بتوع التوجيه المائي أولا وأخيرا، عشان هم أساس الخير اللي احنا فيه، عشان يوجهونا بري الحديث. احنا الأول كنا بنسقي غمر، الغمر ده مشاكله كتيرة جدا جدا، مشاكله أول هنفري، يعني النهارده عشان عندك فدان أرض عشان تسقيه عاوز لك نفرين لمحظة يقعدوا يسقوا في النهار، نفر يسقي في النهار كلته. بالنسبة للحشاش ممكن لمحظة تكلي لك خمس ست رجالة ينقوا فيه، وصل للبرنامج ده بند تاني. بند التالت إن الري الحديث النهارده بيديك إنتاجية احسن من ري الغمر، يعتبر ضعف على طول. يعني مثلا كان عندي الفدان بالنسبه للخضار كان بيديني خمسه لسته بتاع ده محاصيل، النهارده الفدان في ري الحديث بيديني من 10 12 ايه في المحاصيل. والله هو مشروع ممتاز وموفر في التسميد وموفر في الميه وفي الانتاجيه باعلى اعلى من الغمر يعني. ويعني الفلاح هو بسم الله ما شاء الله يعني معانا في الارضيه وفر معايا كتير وانتج معايا كتير للأحسن يعني، الحمد لله رب العالمين. يعني الفول ده كنت مثلا بسقيه غمر كل ثلاث أيام، بقعد فيه مثلا أسقي فيه خمس ست ساعات، دلوقتي بدي ساعتين مية وأقفل يوم ويوم، موفر معايا. احنا طبعا الأرض عندنا احنا بنسقي تنقيط، ما بنسقيش غمر، لأن الغمر بصراحة بيكلفنا كتير بالنسبة للكهرباء، وبيكلفنا كتير برضو في التسميد وفي العمالة وفي كل حاجة. لكن بالنسبة للتنقيط يعني موفر كتير بصراحة، يعني أقل توفير في التنقيط. كما عملت الوزارة أيضا على تفادي مشكلات الحرارة التي تمر بها مصر والعالم للحفاظ على المياه والمحاصيل الزراعية من خلال إتاحة المياه عن طريق النوبات بالترع وتوفيرها للفلاحين. كما تلقى الوزارة الشكاوى التليفونية ومن خلال صفحة الوزارة، وتعمل على الاستجابة السريعة لحلها من خلال تواصل مشرفي ومهندس الري مع المزارعين. أيمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي. ارجع مع حضراتكم والمهندس محمد صالح رئيس مصلحه الري. التقرير شفنا الناس اهالينا المزارعين، باقي جموع المزارعين بنتكلم على الملايين اللي عندهم ارض زراعيه، ازاي اقدر ادخلهم في هذه المنظومه؟ وايه اللي بتقدمه لهم تسهيلات غير يعني فلوس مثلا مع البنك الزراعي ولا غيره؟ في بروتوكول موقع ما بين وزاره الري ووزاره الزراعه ووزاره الماليه وبعض البنوك المموله، كان زي البنك الاهلي والبنك الزراعي. نعم. اللي بيعطي قرض ميسر للمزارع يستطيع من خلاله ان هو يمد شبكه ري حديث في ارضه. زي ما شفنا سعادتك في التقرير، ايوه، ان الفلاح نفسه بيقول انه الانتاج زاد 30%. نعم. ده في ميزتين، الميزه الاولى ان هو بيزود دخل الفلاح والمزارع. نعم. الحاجه الثانيه بيعود على المواطن المصري بتقليل الفجوه ما بين الانتاج والاستيراد. لأن كل ما الإنتاج هيزيد هتقل الفجوة. نعم. ونقدر نقلل فاتورة الاستيراد. نعم. ونقلل الضغط على المكون الدولاري في مصر. نعم. فهو إذن الفايدة إيه اللي بستورده في السلع الغذائية؟ احنا بنستورد طبعا، احنا لما اتفقنا زي ما أشرت في أول حديث مع حضرتك يا فندم،
ان احنا كميه المياه كلها في مصر 60 وبنعيد استخدام حوالي 21 مليار متر صرف دراي احنا كده 81. احنا احتياجاتنا فعلا احتياجات المصريه الحاليه 114 مليار فالباقي ده حوالي 34 مليار بنجيبه ازاي؟ ما عندناش المياه بتاعته فبنضطر نستورد بغذاء زي القمح اللي بنستورده وبعض المحاصيل اللي بنستوردها فنتيجه عدم وجود مياه لكن لو انا قدرت ازود الانتاج يعني بستورد ما قيمته 34 مليار متر مكعب ميه بالظبط في صوره سلع غذائيه هي دي الفارق ما بين استهلاكنا وحجم الموارد اللي عندنا ممكن نقلل الفجوه دي لو طورنا طريقه الري للري الحديث نقلل الكميه دي ل 30% لان لو زاد الانتاج 30% اذا احنا نقدر نقلل الاستيراد 30% وبالتالي نقلل الضغط على الدولار 30% وده كله لصالح الدوله المصريه ولصالح المواطن المصري اذا الري الحديث هو في صالح المزارع وفي صالح المواطن وفي صالح الدوله فده لابد ان المواطن يكون عنده وعي تام بهذا الامر. هل قللتوا بعض مثلا مساحات مثلا الموز الرز اللي هي بتاخد ميه كتير هل قللناها او قللنا المساحات؟ هو حتى الان يعني احنا عندنا بنعاني من مشكله تفتيت الملكيه الزراعيه بالظبط ده طبعا خلى كمان نتج عنه ان مفيش دوره زراعيه اصبح النهارده المزارع ده زرع رز جنبه بزرع ذره فاذا ده اسلوب معجز جدا لنا في وزاره الري ومرهق جدا لنا في اداره وتوزيع الميه لابد ان احنا نرجع يبقى زي ما بنشوف بره كده المساحات شاسعه نفس المحصول زمان كان كده كان القطن كده كله زرع قطن او كله زرع بالظبط تقعد ترش تاخد من اول قريه مشطه مثلا عندنا لحد ما توصل مركز طه بالظبط النهارده الوضع مختلف قصب جنبه قدره جنبه برسيم كل واحد بحسب مزاجه بالظبط دي فالتفتيت طب دي مسؤوليه مين؟ او ليه ما عملناش الدوره الزراعيه دي؟ اعتقد ان المسؤول عن الدوره الزراعيه في مصر هي وزاره الزراعه عظيم لازم تقوم بالدور ده ولازم ترجع تشوف ازاي تفعله في مصر لانه ده هيعود على الجميع بالخير هيبقى في وقت الري واحد كنا قمح كله زرع قمح هيبقى وقت الري واحد وقت التسميد واحد مفيش ضغط على شبكه الري لكن انا مضطر اجيب ميه للمزارع ده وميه للمزارع ده مع اختلاف الانواع الكمية اللي عاوزة ده غير الكمية اللي عايزة ده ضغط علي أنا في وزارة الري فإذا الرجوع للدورة الزراعية هيعود بالفايدة على الجميع فضلا على الري الحديث اللي أنا يعني نفسي في يوم أشوف مصر كلها ري حديث على الأقل الوادي ونسيب الدلتا لسه محتاجين قدام شوية علشان الملوحة بتاعة البحر ما تخشش علينا فمضطرين ننتظر بس نبدأ الأول بمصر العليا ومصر الوسطى. دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه كان الايام اللي فاتت بشوفه بيروح كذا محافظه وبلاقي شكاوى من اهالينا المزارعين انه عندهم مشاكل ميه، ايه اللي كان بيحصل في الملف ده؟ وليه حصل شكوى وبعض الناس كانوا بيبعتوا له صور من السويس من البحيره من هنا من هنا الحق الزراعات بتاعتنا ماتت، ايه اللي حصل؟ اللي حصل بالظبط ان التغيرات المناخيه لازم نعترف بيها ونقر بيها كان زمان بنلاقي الجو يبقى حر يوم او يومين النهارده بنلاقي الموجه الحاره بتقعد 10 ايام فترة طويلة دي تغيرات مناخية بقى الزرع اللي كان زمان متعود على المناوب بياخد المية كل 5 أيام ما عادش قادر يستحمل في الحرارة دي درجة الحرارة فبقى محتاج يروي فترات أقصر فبدأ الفلاح عايز مية أكتر في وقت أقل ده كله طبعا صعب تدبيره وتوفيره لأن الشبكة بتاعتنا مصممة على نظام الري اللي هي بالمناوبات فطبعا كان محتاج مجهود مننا أكتر ده ترتب عليه نزول السيد الدكتور الوزير لزيارة محافظات كتيرة كان بيزور تقريبا كل محافظات الدلتا احنا على طول في ال 24 ساعة مهندسين وزارة الري بيمروا على الترع وعلى المصارف لضبط واحكام وضبط توزيع عداله توزيع المياه على المزارعين. في مشكله بقى عند المزارع برضو احب انوه عنها مشكلتين بالحقيقه. مشكله المسائل الخصوصيه، احنا الدوله مسؤوله عن الترع، شبكه الترع في مصر تبلغ طولها 33,000 كيلو. والمصارف ترع حوالي 33,000 كيلو متر. احنا كدوله مصريه بنطهرها ونصينها. تمام؟ لكن في مسائل خصوصيه، المسائل الحقليه اللي جوه الحقل، اللي جوه الغيط بتاع الفلاح. دي مسؤوليه المزارع لازم يطهرها احنا لما السيد الدكتور وزير نزل وشفنا في البحيره تحديدا مسائي ضخمه عدد ضخم جدا من المسائي غير مطهر بالنهائي اللي هي الفروع الصغيره من المراوي الصغيره اللي بتروي بالظبط فالسيد الدكتور دي مسؤوليه الاهالي هم لازم يطهروها بنفسها على نفقتهم بمساعده الجمعيه الزراعيه الدكتور هاني سويلم في احد الزيارات وانا كنت مرافق ليه في محافظه البحيره
توقف قدام الاهالي وصور الـ 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 وارسلها لوزير الزراعه، ووزير الزراعه تحرك فورا. نعم. تعليمات فوريه منه، وبالفعل تم تطوير فوري لل... نعم. احنا لازم الفلاح ده تعاون مشترك. نعم. ما بين الفلاح. نعم. لازم يطلب. نعم. ولازم الوحدات الزراعيه في الريف تعاون. تساعده في التطوير، بس لازم الفلاح يساعد في هذا الامر. نعم. حاجه الثانيه القمامه. القمامه احنا بنرميها للاسف في دي الملائمة. ازمه في الترع كلها. بالظبط. تكلفه انا بشيلها من الترع. تكلفه ان انا اشيل القمامه من الترع وهي رطبه تفوق 10 اضعاف لو احنا تعاملنا معاها وهي جافه. فانا ما اعرفش ليه ما فيش منظومه القمامه في كل قريه افضل لهم بدل ما يرموا في الترع. انا بترهقني طرق ميزانيه الدوله، منظر مش كويس، بتعمل تلوث. نعم. المواد احنا بنعيد استخدامها، فلازم نحافظ عليها نظيفه يعني. نعم. فدي مشكله لازم نوعي عليها، ان الناس نحافظ على ترعها، ما نرميش الملوثات، الحيوانات النافقه، القمامه. الترعة مش مقلب بالزبالة. الترعة بعد ما اتبطنت وكانت حاجة بالزبط. جميلة بدأت ترجع تاني باللي حضرتك بتقول عليه. بالظبط. يرموا قمامة فبقى بتبوظ يعني، شبه بتبوظ يعني. بالظبط. وده لا يصح يعني، لازم نحافظ على بيئة لأن ده الجمال بتاع شكلها. نعم. ما تقدروش تعملوا، يمكن كنت بتكلم مع المهندس مجدي إبراهيم. مدير الري عندنا في سوهاج، وهو شخصية رجل فاضل يعني. بالظبط. فقال لي عشان تعمل عندنا الترعة. بالظبط. اتبطنت ترعة. كنا بنتخانق عايزينها تغطيه، قالوا التغطيه بتبوظ الحاجات بالزبط. خلوها تبطين احسن. واتعمل التبطين بالزبط. وكان افضل للامانه. بالظبط. فقال هنعمل، انا بتكلم بشكل عام مش قضيه شخصيه يعني، نعمل اسلاك كل مثلا حاجز. تمام. انها تشيل القمامه دي عشان ما تكومش مره واحده. تمام. هل ده وارد على مستوى الترع ديت ولا احنا بنعمل فعلا اسوار صغيره كده امام الكتل السكنيه. عشان الاطفال ما يقعوش او كده. نعم. لكن حضرتك لو احنا عملنا سور، مهما نعمل سور، ما المواطن هيرمي من فوقه. هيرمي من فوق. احنا شفنا السكك الحديديه والاسوار اللي حواليها بيرموا من فوقها برضه. نعم. هي لازم ثقافه المواطن. لازم اتعامل ان القمامه دي لها مكان، لها منظومه تجميع. صحيح. ده الحل الوحيد. نعم. حتى مش على مستوى الريف. نعم. على مستوى المدن الكبرى. نعم. لابد ان تكون هناك منظومه قمامه تجميع، دول العالم كلها في منظومه تعامل مع القمامه. نعم. هل عندنا حليتوا ازمه المياه دلوقتي؟ ما بقاش عندي حد بيشتكي المزارعين؟ الحمد لله درجه الحراره كانت بدات في النزول. الموسم الزراعي تقريبا ما كانش نقص او مشكله ميه. لا نهائي. كانت درجه حراره والمناوبات. كانت درجه حراره بصفه الاولى يعني. أساسية. الحاجه الثانيه تقصير من بعض المزارعين في تطهير المسائي والمراوي الخاصه بتاعتهم. زي ما بقول لحضرتك، بنعمل وزاره الاسكان بتعمل ماسوره الشرب قدام البيت حضرتك، ساعتك اللي بيجيب السباك يعمل بقى العماره بتاعتك. نعم. مش بيخش حد يعملها لك فوق. نعم. فالمسار والمراوي ديت مسؤوليه الفلاح. نعم. بالظبط. نتعامل ازاي مع التغيرات المناخيه كوزاره موارد مائيه؟ ده حاجه يعني صعبه جدا جدا، التغيرات المناخيه ديت في العالم كله. نعم. تمام. احنا لازم بنتعامل من خلال ترشيد استخدام الميه. احنا النهارده بدانا نعمل برنامج قومي لحصاد لحمايه من السيول وحصاد الامطار. الاماكن اللي التغيرات المناخيه دي حاجتين، سيول يعني امطار كثيفه في فتره زمنيه قصيره، دي سيول. وجفاف. السيول احنا بدانا مشروع دلوقتي، وزاره الري بداته في سيناء وفي الصحراء في الشماليه عند مرسى مطروح، بنعمل سدود تخزين وسدود اعاقه بحيث السيل يجي نقدر نجمع المايه بتاعته من مقر السيل نعيد استخدامها. الفلاح في سيناء النهارده بيستخدم المايه دي طول السنه. فده تجميع لحصاد الامطار. ده عملنا عدد ضخم من استفدنا بيها يعني، واستفدنا بيها طوال العام. فده احد الوسائل اللي هي بنستخدم بتاعتها. التغيرات المناخيه ده بقى يدفعنا للي كنا بنقول عليه في الاول، ان انا علشان اتعامل مع التغيرات المناخيه يبقى لازم كميه الميه تقضيني. يبقى لازم ان احنا نلجا للدوره الزراعيه. والمحصول الواحد في المكان الواحد علشان يبقى فيه الميه تكفي المجموع كله. ونوع المحصول يبقى متناسق مع الجميع. نعم. رصدين اماكن كتير بيبقى فيها سيول بمناسبه التغيرات المناخيه ولا لا؟ لا، احنا بتحصل، بس الحمد لله مصر في مأمن حتى الان. الحمد لله، وده بفضل ربنا. ولكن احنا رصدين هذه الاماكن وعارفينها، وعندنا مخرجات سيول كلها بترمي في وادي النيل، في نهر النيل. الساحل الشمالي بتتعامل معاه ازاي بعد، في ظل ايضا المخاوف وارتفاع درجه حراره او حتى الامواج وتاثيراتها؟ بتتعاملوا معاه ازاي؟ عندنا الهيئه المصريه العامه لحمايه الشواطئ.
طبعا بنرصد من خلال الاقمار الصناعيه تحرك امواج البحر وبنرصد وبنقيس الشاطئ في مصر ومدى تضرره. الاماكن الاكثر تضررا احنا صرفنا مليارات كثيره جدا على حمايه الشواطئ، بنعمل حواجز خرسانيه في النهارده وسائل طرق كثيره من البيئه نفسها من البوص والرمال. فبنعمل حمايه للشواطئ، عاملين في بورسعيد، عاملين في كفر الشيخ، عاملين في مطروح. ففي هذا المجال احنا طرقنا فعلا. يعني ايه الشواطئ اللي هي تضررت حصل فيها مشاكل؟ بعض الجزء اجزاء من كفر الشيخ وعند حائط رشيد تحديدا، يعني مسافات كثيره او مسافات كبيره. مسافات كبيره دي بس على مدى على مدار سنوات طويله. سنوات طويله يعني إيه؟ دي تقلق؟ لا ما تقلقش في الوقت الحالي، لان احنا بنتعامل معاهم مباشره. يعني فنار كان في رشيد ده كان جوه كان 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 جوه اليابس. دلوقتي الفنار في البحر. ده كله تآكل على مدار سنوات طويله يعني. نعم. لكن الحمد لله احنا راصدين ده كله بالاقمار الصناعيه، وفي خطه موضوعه للتعامل مع التغيرات المناخيه وتاثيرها على الشواطئ. مفيش مخاطر؟ الحمد لله مفيش مخاطر والشواطئ كلها تمام. احنا ممكن كمان بنعمل مشروعات لاكتساب اراضي جديده. بنعمل زي مصدات امواج وممكن تغذيه بالرمال لبعض الاماكن علشان الاجزاء اللي تمت نحرها نعيد اكتسابها مره اخرى. بنعمل ايه؟ ندخل جوه الميه؟ ندخل جوه الميه في المكان اللي كان موجود القديم، مش بنخش جوه البحر. في المكان الاصلي اللي كان موجود اللي هو مرصود كان موجود. بنعمل حواجز ثم نعيد تغذيتها بالرمال. علشان نعيد الارض الى ما كانت عليه من قبل. ده واضح في اسكندريه كمان. واضح في اسكندريه بالظبط، ويمكن الساحل الشمالي شويه. وفي العالمين وفي كفر الشيخ. كفر الشيخ بالظبط. وبورسعيد. بورسعيد بالظبط. فبتطمنا كمان على منظومه الحفاظ على الشواطئ بالظبط المصريه بالظبط، لانه دايما كانوا بيتكلموا على مخاوف والتاكل ويعملوا رعب للناس وارتفاع درجه الحراره والبحر يرتفع الامواج واختفاء بعض الاراضي من الساحل. طيب لو انا ايضا ربما مشروع التبطين، هل كان مشروع فعلا افضل من تخطيط الترع؟ طبعا بدون شك تخطيط الترع ديت انا بعتبر، او احنا في وزاره الري بنعتبر ان تخطيط الترع ديت قنابل موقوته. وهي من اكبر الاخطاء اللي احنا ممكن نقع فيها ان احنا نغطي ترعه. العالم كله ترعه مجرى مائي مفتوح جميل. مفتوح. احنا ليه نغطيه؟ وبعدين احنا بنغطيه ليه؟ علشان ما الناس بترمي الزباله فوق برضه. فالتبطين طبعا افضل، لكن هو ما اسموش تبطين، هو اسمه تاهيل. تاهيل. تاهيل الترع ده مفهوم علمي هندسي موجود في كل كتب الهندسه وفي كل علم وعلوم الري. والعالم كله بيعمله مش مصر بس. التاهيل له، التاهيل عباره عن ان الترع هي ترع عباره عن نقل للمياه، مجرى نقل للمياه. لما بيوسع لاي لنحر لاي حاجه اعيد ارنكته وارجعه ايه لاصله. بكذا شكل بقى. ممكن الدبش، احجار الدبش، ممكن التبطين بالخرسانه، ممكن بالتبطين بمواد من نفس نوع التربه. طب ما الترع قعدت 70 سنه و80 سنه طين. اللي حصل فيها صحيح. مكانها ممكن تقعد كمان 70 سنه كمان. فهو عشان بس ما يبقاش مفهوم التبطين هو ايه التبطين بالخرسانه. لكن هو اسمه تاهيل الترع. واحنا على فكره المشروع ده صرفنا عليه اكتر من 21 مليار جنيه لغايه دلوقتي. مستمر ولا وقف عشان ما فيش فلوس؟ لا يا فندم مستمر يا فندم. مستمر. مستمر. لم يتوقف. لم يتوقف نهائي. كل الحكايه ان احنا بس بنعيد صياغته. بحسب الحاجات الضروريه. اللي محتاج تبطين خرسانه بنعمله. محتاج تاهيل بالدبش بنعمله. لكن لا مستمرين. مستمرين يا فندم. ال 33,000 كيلو؟ لا مش كلهم، لان احنا مش كلهم. الترع اللي من اول 6 كيلو عرض القاع 6 عرض القاع 6 متر فاقل. 6 متر فاقل. لان يعني عندنا ترع وريحات كبيره زي في وجه قبلي. من الكارير يعني حمله للميه. ما ينفعش تنشفها علشان او تجففها علشان تعمل تبطين. فبنتكلم على ترع اللي هي من اول عرض القاع 6 متر فاقل. احنا لغايه دلوقتي طنا 7,000 كيلو. بتكلفه حوالي 21 مليار. مستمرين كمان في هذا المشروع لما توقف. المشروع ده ساهم في سرعه وصول المياه للنهايات لبعض الترع اللي كانت متعبه. لكن هذا المشروع لما توقف ابدا. بيوفر معانا في الميه؟ موضوع التوفير ده موضوع يعني اكثر تعقيدا، لان لازم نقيس على المياه خارج مسد العلا قد ايه وزراعه مصر السلك قد ايه. فالموضوع اكثر تعقيدا ان احنا نقول وفر او ما وفرش، لكن هو له فوائد كثيره. لا من ضمنها واهمها سرعه وصول المياه لنهايات الترع، بيساهم في عداله توزيع المياه. له في اراضي كانت في نهايه الترع ما بتلويش في الصيف. النهارده كانت بتروي من ابار ارتوازيه. النهارده المياه بتوصل لغايه نهايه الترع. فالنهارده المشروع ده طبعا اكيد له نجاحات كبيره. نهر النيل اللي بتتعاملوا معاه ازاي دلوقتي؟ نهر النيل ده من اول اسوان لحد ما نوصل البحر المتوسط. نهر النيل ده شريان الحياه في مصر. وهو يعني عوامات كان فيها بعض المشاكل. بيحصل بعض المراكب بيحصل
يعني ليها بعض مشاكل نتيجه انه ارتفاع المنسوب او بعض الجزر ظهور جزر وغيره. بالظبط. بتعملوا معاه ايه دلوقتي؟ النهارده مجرى نهر النيل النهارده كله الحمد لله مركب عليه اجهزه قياس ومتابعه. في مجرى ملاحي لنهر النيل بحيث يبقى المركب اللي ماشي في النيل عارفه المجرى اللي ماشي فيه. والنهر النيل ده طبعا هو الحامل لميه النهر. وله تصرفاته متغيره على مدار العام. لان احنا بنخرج من السد العالي اللي هو البنك الميه بتاعي كميه الميه اللي انا بحتاجها على مدار السنه وفقا لاحتياج المزارع والفلاح. احب ارجع لموضوع التاهيل برضو، ان الترعه دي اساسا الغرض منها ايه؟ اي ترعه ان الميه توصل للمزارع في الوقت المناسب وبالكميه المناسبه وبالجوده المناسبه. فهو مش عايز الفلاح بس او المزارع يشغل باله قوي ليه بطلنا، هو ملوش دعوه، يهمه ان الميه توصل. النهارده بعض المزارعين بداوا يبصوا بقى للترعه كغيره، ان انا عايز ابطن علشان سمعنا شكلها هنا في القريه ديت احلى من القريه ديت. مش عايزين بس المفهوم ده اللي يبقى مسيطر عليها، المنافسه. المنافسه بالظبط. لكن هي الغرض من الترعه هتجيلك 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 هتجيلك. مسؤوليتي كوزاره ري اوفر ميه بالظبط في الوقت المناسب وبالجوده المناسبه لكل الناس، لكل الناس وكل الاراضي، وكل الاراضي، والميه متاحه، متاحه للجميع ليس عندي. بالظبط. والنهارده احنا مساحه الارض الزراعيه في مصر وصلت ل 9.5 مليون فدان، وكل ده متصور بالاقمار الصناعيه. موضوع الزراعه تقدر تقول كل الحمد لله الاراضي الحمد لله روح. غير يعني. الاراضي الجديده ولا بيها؟ غير الاراضي الجديده، غير الجديده ان شاء الله. باذن الله هيبقى عندنا كمان زياده حوالي مليون فدان، هنوصل في مليون فدان. ان شاء الله المساحات الجديده عندنا 2.2، وعندي توشكا، وعندي سينا، سينا، وعندي المنيا وغرب المنيا. بالظبط. ميه غرب المنيا اللي في الصحراء دي جايه منين كمان؟ مياه جوفيه. مياه جوفيه. مياه جوفيه. بس احنا بنحاول نستهلك المياه الجوفيه بقدر وحساب. علشان حضرتك من شويه قلت مش عايشين على بالزبط. على خزان مياه جوفيه. مش عايزين مش عايشين نهائي. المياه الجوفيه في مصر غير متجدده ومحدوده. فلازم نعمل حاجه اسمها التنميه المستدامه. التنميه المستدامه يعني ان انا ازرع بحرص شديد ونسحب من الخزان الجوفي بحرص علشان الاجيال القادمه. نعم. ما نجرش على حق الاجيال القادمه في المياه بتاعتها. نعم. دي مياه مش بتاعتها احنا، الجيل بتاعنا بس. نعم. ده الجيل بتاعنا والاجيال القادمه. نعم. فدي هدف من اهداف التنميه المستدامه، وده مبدا في اهداف الامم المتحده. في لما كنت في سيوه من حوالي شهر كده كنت هناك وعامل حلقه من هناك، فلقيت اهالينا بيكلمونا على زراعه مساحات جديده. صح؟ بالظبط. 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 هم عاوزين كده طبعا، في ناس عندهم طموح وعايزين يزرعوا اكتر، بس لازم يبقوا عندهم وعي بقى كامل هتوفروا لهم ميه ازاي؟ هي الميه في سيوه مكان مغلق. فاحنا علشان ادي ميه تري، عامل هناك شغل جامد جدا. عشان ادي ميه تري وزاره الموارد المائيه اللي هي الهندسيه. شغل هادي. لا تعاون، تعاون وتحل ازمه. سياده الرئيس لما بالظبط كلفكم كمان تحلوها، اتحلت الازمه ما شاء الله. يعني اللي حصل في سيوه ان هم كانوا بداوا يشتغلوا على الدق العشوائي والحفر العشوائي للابار. الاباره. فكل واحد يحفر بير يطلع ميه. صحيح. يزرع بعد كده مش عارفين يصرفوا في الميه. فبدات ما فيش صرف زراعي في سيوه لانه صرف نظام مغلق. فده نتج عنه ارتفاع في البحيرات هناك. ده دخلنا بقى في وزاره الري وعملنا دلوقتي مشروع، وداخلين في مشروع تاني ان شاء الله، وبنحاول نعيد استخدام مياه البر قبل ما توصل الصرف الزراعي او نوصل للبحيرات في سيوه والبرك، نعيد استخدامه في الزراعه. يعني هنقدر نستخدم مياه الصرف الزراعي مره واثنين زي ما بنعمل في الوادي والدلتا. عظيم. ده مشروع جديد ده شغالين فيه، عملنا المرحله الاولى ولسه في مرحله ثانيه ومرحله ثالثه. لو انا بتكلم مع الناس ارشد مياه ازاي في بيتي، ارشد مياه ازاي في ارضنا، خلاص انا بتكلم على البيوت النهارده. الناس اللي بتغسل دايما بعربيات، الناس اللي بتستهلك ميه اكتر، حضرتك بتقول لهم ايه؟ وهل في مواجهه للتعديات على المجاري المائيه؟ بتكلم نهر النيل او الترعه او غيرها؟ التعديات اللي على المجاري المائيه عموما ده حاجه في منتهى الخطوره، ملف من اشد الملفات خطوره في وزاره الري. احنا بنحاول نزيل التعديات على قد ما نقدر، لكن لازم المواطن، احنا مش 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 شرطه ومواطن. احنا كلنا شعب يهم مصلحه هذا البلد وهذا الوطن. ايه اللي بيحصل تعديات على النيل؟ بيحصل تعديات بالبناء. بناء. بيحصل تعديات بصرف، لان البناء ده بناء مخالف. مش داخل جوه شبكه الصرف الصحي. نعم. فبيصرف الصرف الصحي بتاعه السلبي فين؟ على النهر او على الترعه. فده طبعا بيلوث الميه، وانا محتاج الميه دي لان بعيد استخدامها. عشان قلت من شويه ان احنا بنعيد استخدام الميه. نعم. اذا انا النهارده التعدي بتاعي ده بيضرني انا في اعاده استخدام الميه اللي هي اصلا محدوده. نعم. فلازم المواطن يبقى عنده وعي ان نقطه الميه ديت هي اغلى من الذهب. نعم. فلازم نحافظ عليها. اغلى من الذهب. اغلى من الذهب طبعا. نعم. ده حياه. حياه. الذهب مش هيعيشني لكن الميه اللي هتعيشني. صحيح. فلابد نحافظه على قطره الميه. نعم. ان هي الحياه لنا كلنا. نعم. ونبقى كلنا غيرونا على 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 ميتنا. نعم. الميه دي بتاعتي وبتاعتك، بتاعتنا كلنا، ما ينفعش انا اهدرها. كان زمان اكتر حاجه التعديات على نهر النيل. على نهر النيل والترعه.
هو الترع التعداد دي بالبناء وبالصرف الصحي فطبعا ده بتعملوه ازاي او بتواجهوا ده ازاي؟ احنا بنطلع بقى حملات بالتعاون مع اجهزه الامن لازاله المخلفات في مهدها، لكن طبعا لازم المواطن يبقى عنده وعي. نزلتوا حاجات كتير؟ نزلنا كميات ضخمه جدا، نزلنا الاف المخالفات. الاف؟ لكن بيحصل تعداد جديده. لازم المواطن يبقى عنده وعي. بتصدوها ازاي وتتابعوها ازاي؟ احنا عندنا بالتغيرات المكانيه دلوقتي بالقمر الصناعي بنقدر نرصد كل حاجه. بس لازم المواطن، انا مش عايز ابقى انا عسكري وحرامي، انا عايز المواطن نفسه هو اللي ما يعملش تعدي. هو اللي يحافظ على ارضه. هو اللي يبقى حريص على ده. هو مش محتاج ان انا اطبق عليه قانون، هو لازم عنده وعي من نفسه يحافظ على الميه. لان ده ديت الحياه بتاعتنا كلها. عملتوا ايه في العوامات؟ العوامات يعني خلاص يعني وضعهم ولا لسه؟ هو معظمهم تقريبا يعني تم ازالتهم لانهم كانوا على درجه كبيره من القدم. كانوا عاملين بعض التلوث في المجرى. الحمد لله دلوقتي المنطقه كلها زي ما سعادتك بتمر وتشوف بقت يعني حتى الرؤيه المواطن شايف النيل، وده حق لكل مصري انه يعدي يشوف النيل. ما يبقاش العوامات تحجب الرؤيه. في اداره جديده لهذه المنظومه بالتعاون مع اجهزه الدوله بالكامل. وصلنا لمرحلة اللي هي بنتكلم عليها الأخطر، اللي هي الفقر المائي أو نص الفقر المائي. بالضبط. الفقر المائي طبعا، هو الفقر المائي بيعرف على مستوى العالم إن 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 حصة الفرد تكون الاستهلاك الكل الزراعة والشراعة إنها لما تبقى لا تقل عن 1000. ده 1000 متر مكعب. 1000 متر مكعب في العام. في السنة. إحنا النهاردة لما نقسم بقى كمية الحصة بتاعت مصر على عدد السكان يطلع نصيب المواطن حوالي 500 متر مكعب في السنة. 500؟ يعني إحنا وصلنا لنص الفقر. آه. طب احنا ازاي بندير المورد ده بالنص بالفقر ده؟ ده بقى هو حسن الاداره وحسن الترشيد والمجهود اللي بتبذله وزاره الري واجهزه وزاره الري بالتعاون مع كل اجهزه الدوله. مش وزاره الري لوحدها. فده طبعا عشان كده محتاج المواطن يساعد، وزي ما قلت الاداره الزراعيه هتفرق، الترشيد والري الحديث هيفرق، عدم زراعه المحاصيل الشرعيه للمياه. المواطن نفسه لازم يبقى عنده وعي. ما يزرعش رز، ما يزرعش قصب، يتجه للري الحديث. حتى لو هيزرع قصب يزرع، احنا بنشوف في الصحراء في قنا واسوان مزارعين زارعين الصحراء بغمر. ده كارثه. فالوادي الجديد شفنا بعض الناس بيزرع، عايزين يزرعوا رز في وادي جديد في الصحراء. يعني انا مش عارف، لازم بصراحه المواطن المصري يكون نتكلم على قصب، نتكلم على قطن صائم، مستحيل. الارز والموز. والموز. الارز والموز دول اكثر. والبرسيم الحجازي. يعني الثلاث اللي عندنا في الصعيد ده. اللي عندنا في الصعيد الثلاث حاجات دول. بس قل دلوقتي زراعته. نعم. قلت شويه البرسيم الحجازي. قل شويه لصالح زراعات اخرى زي الارز. زي الرز. بالظبط. مساحات الرز السنه دي اقل شويه ولا ازيد؟ لا ازيد. ازيد؟ يا نهار ابيض. يعني يوسف ان انا اقول ذلك يعني. زدنا قد ايه؟ المساحه كبيره السنه دي، زدنا اكبر من السنه اللي فاتت بمساحه اكبر بكتير يعني. نص مليون، مليون 700. ربع مليون، اكتر بربع مليون. اكتر من سنه بربع مليون في الدرع. زياده عن السنه اللي فاتت. وده مش مطلوب. لا مش مطلوب. طب ازاي اتزرع؟ يعني ما ده برضه بنرجع نتكلم على وعي الفلاح. ما انا مش لازم اكون انا لازم اضرب الفلاح على ايده، لازم احنا دي مسؤوليه المواطن. نعم. الوعي والثقافه بتاعته. لكن احنا في الاخر هو الارز برضه محصول استراتيجي مهم لنا في الغذاء يعني. والموز؟ الموز ده ما فيش زيادات في المساحات بتاعته. فيش زيادات؟ لا لا لا، هو بس ده من اكتر الحاجات بتاخد ميه اكتر. الموز والارز والموز والبرسيم الحجازي. هم دول ثلاث بالظبط انواع. ولازم نبدا بالري الحديث في الصحراء. الارض الصحراويه الصفراء. نعم. لازم نبقى القصب السكر. نعم. البساتين والاشجار. نعم. انا ارويهم ليه بالغمر؟ نعم. ما ده كفايه بالرش وطنيه سقفهم. وزي ما سعادتك شفت الناس بتقول ايه لما بيجرب وبيزرع وبيشوف. بيبقى دايما سؤال يقول لك الله انتوا بتشتكوا انه ما عندكوش ميه ويا دوب الميه مكفيه، وصلنا نص ادي 500 متر مكعب في السنه، في حين تتوسعوا وبتزرعوا، بتعملوا المعادله دي ازاي؟ احنا ما بنتوسعش ولا بنزرع على ميه سطحيه نهر النيل. انا قلت في بدايه الحديث ان احنا بنعيد استخدام مياه الصرف الزراعي اللي اعيد استخدامها 4 مرات واصبح جودتها منعدمه. مهم ان احنا نشرح للناس. اذا احنا ما بن... لانه ده دايما سؤال على طول حتى الاعلام الدولي. بالظبط. لك احنا ما بنزرعش اي ارض جديده بميه نيل، لان ميه نيل اصلا مش مكفيانا. وبنستورد محاصيل زراعيه من بره بسبب العجز في مياه نهر النيل. لا نستخدم مياه نهر النيل في زراعه اراضي جديده. مطلقا. مطلقا. بنستخدم مياه صرف زراعي اعيد استخدامها اكتر من 4 مرات واصبحت منعدمه الجوده. نعم. وبنرميها في كنا بنرميها في البحر،
بالعكس رميها في البحر كان بيضر البيئه البحريه. النهارده احنا بناخدها وعملنا محطات بمليارات الجنيهات لمعالجتها وتحويلها لمياه نظيفه نقيه صالحه للزراعه. يبقى احنا كده ساعدنا في البيئه واستفدنا باراضي زراعيه واضفنا اسيتس جديده للشعب المصري. فاذا كل الزراعات الجديده الاراضي الجديده من خلال مياه صرف زراعي اعاد استخدامها عده مرات وغير صلاحه للاستخدام. لم تدخل مياه نهر النيل على الاطلاق نهائي، ولان مياه نهر النيل اصلا ما بتكفيش زي ما بتكفيش. وبالتالي احنا حريصين بننفق مليارات عشان نزرع باستخدامات اخرى بتكنولوجيا اكتر ده مورد جديد بنعتبره مورد جديد. بتكنولوجيا جديده، باموال جديده، باستثمارات جديده. فده كله مجهود بتبذله الدوله. وده كله رؤيه الدوله المصريه بعد 2014 ضخ مليارات كتيره جدا في مجال المياه. لصالح المواطن المصري. بنشتغل دلوقتي اعتقد كمان في سينا بنشتغل فيها جامد طبعا. جامد. ومشروع في مشروعين في سينا، مشروع المحسمه مليون متر مكعب ده دخله جديد ضخ جديد، ومشروع بحر ده بيزرع البحر. ايه ده بيزرع حوالي 60 الف فدان في المنطقه شرق السويس. شرق السويس اسماعيليه ولا السويس؟ بين الاثنين، بين يعني قريب من السويس اكتر. والمشروع بحر البقر اللي هو ناحيه شمال الانطره وشمال الاسماعيليه ما بين الاسماعيليه وبورسعيد. اللي هو 5.6 مليون متر مكعب ده يزرع وسط وشمال سيناء، يطلع شمال سيناء ووسط سيناء. ووسط سيناء بالظبط. مساحه تقريبا حوالي اكتر من 400,000 فدان. 400,000 فدان اكتر من 400,000 شغالين دلوقتي. شغالين جامد. فيهم باستثمارات ضخمه جدا. سعادتك لو رحت هناك هتشوف حاجات هتعجبك قوي ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هنروح طبعا سيناء. وعند سيناء يعني اغلى ارض عندنا في سيناء دي. ارض غاليه. قبل ما اختم عايز حضرتك تطمن الناس على الميه. نقوله دايما نقول لك الميه وشفتوا عطشانين، ارض زراعيه بارت، الصحراء مش عارف ايه. وكان يطلعوا زمان فيديوهات يقول لك شفت نهر النيل ناس بتعدي زي دجله والفرات. وده ما والله كانوا بيطلعوا، ما اعرفش كانوا بيجيبوا فيديوهات منين. بالمناسبه انا كنت في العراق من حوالي شهرين، كنت بحضر مؤتمر مياه وشفت بعيني وحزنت جدا على الوضع في دجله والفرات. وشفت المياه شكلها كنت بعرض فيديوهات من كام يوم كده ناس بتعدي برجليها. ده في عندهم ازمه كبيره. انا شفت ده في بغداد. شفته حضرتك. لكن احنا المياه في مصر نهر النيل الحمد لله حصتنا لم تتاثر، حصتنا كامله بناخدها. المياه نهر النيل السد العالي اعظم مشروع بعتبره في القرن ال21. المشروع السد العالي هو الامان لكل المصريين. امان لكل المصريين. المياه دي كلها بنك المياه اللي هو بحيره السد العالي. البحيره دي طولها 500 كيلو، عرضها 11 كيلو. كميه المياه دي ده بنك المياه بتاعي. اللي بنستخدمه. المياه في مصر بحاله جيده. المياه في مصر الكميه موجوده ومتوفره وامنه، وانا بؤكد ده من مسؤوليتي ومن واقع منصبي ووظيفتي، ان المياه في مصر في يد امينه بتدار من رجال مخلصين في وزاره الري، رجال شرفاء بيسهروا الليل، والفلاحين والمزارعين بيشوفوهم على 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 الترع بالليل وبيشوفوهم. بطمن كل مصري بقول له اطمن، الدوله المصريه مش نايمه، صاحيه في ظهرك وبتعمل من اجله ومن اجل مصلحته ومن اجل مصلحتنا كلها. بعض الناس كانوا دايما يبقى عندهم مخاوف زي اللي حصل في السودان من 3 سنين كده ولا سنتين، حصل فيضانات والسد الاثيوبي اتقفل واتفتح والناس غرقت وبيوت وبتاع. بالنسبه لنا في مصر ايه الموقف؟ لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله الأمان. اي فيضان اي كذا وضعنا ايه؟ احنا عندنا برامج كتيره جدا لكيفيه واليه اداره السد العالي ويقوم عليها خبراء على مستوى عالي جدا من التدريب، وعندنا سيناريوهات عده للتعامل مع الفيضان العالي لو حدث، عن كيفيه التعامل مع المايه، لان المايه لما بتحصل الفيضانات من اثيوبيا والسودان بنقدر نرصدها قبلها ب 10 ايام و15 يوم. فبنرصدها من بدري وبنرصد تحركاتها. اي فيضان هناك طبعا كل نقطه ميه 10 15 يوم اكتر من كده كمان ارصدها. بنرصدها. احنا طبعا بنرصد كميه الامطار اللي بتنزل بصفه دوريه. فاحنا عندنا اجهزه التنبؤ في وزاره الري. بنقدر نرصد الكميه، اي خطر جاي هنقدر نتعامل معاه ان شاء الله باذن الله، من خلال عاملين كذا سيناريو محاكاه ازاي نتعامل مع كل فيضان بكل كميه. لا طبعا مدرسه الري مصريه مدرسه عريقه، عاملين على الارض كذا سيناريو طبعا لاي شيء اي حاجه حتى مش متوقعه. كل اي حاجه مش متوقعه. ده موجود في الملفات، والملفات دي مش سريه، دي الدوله كلها شايفاها. سواء على مجلس الوزراء، وزاره الدفاع، كل الحاجات ديت احنا الالات دي كلها اليات موجوده وسيناريوهات موجوده كيفيه التعامل مع اي فيضان او اي خطر.
المصري، بطمن كل مصري ما يقلقش، احنا زي ما بكرر بس إن حافظوا على كل نقطة مية، دي الأهم، ده أغلى من الذهب، ده أهم حاجة. وأهم حاجة خلوا بالكم من وزارة الري، لأن وزارة الري ما بيسلطش عليها الضوء كتير ومش مسلط عليها الإعلام. اه بالظبط، لازم دور وزارة الري دي، مدرسة الري دي أعرق مدرسة في العالم. نعم. يعني ومن أقدم المدارس في التاريخ. فبوجه الشكر لحضرتك يا أستاذ أحمد، وبشكرك جدا على هذا اللقاء. شرف اللي انا قدرت تديني الفرصه ان انا اشرح للمواطنين بعض الموضوعات. محمد بيه صالح بشكرك شكرا جزيلا. تسلم تسلم. تحياتي للسيد الوزير دكتور هانس ويلم، شكرا يوصل، وكل رجال وزاره الموارد المائيه والري على جهدكم اللي بتعملوه للبلد، تامين موردنا من الميه، ما يبقاش عندنا ازمه ميه ان شاء الله، ومش هيكون عندنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اشكرك فندم. شكرا جدا، شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على الف خير.